أهلا وسهلا بحضراتكم. بداية الأسبوع جاية مع بداية تعديل أو جاية مع تعديل وزاري. جلسة طارئة يعقدها مجلس النواب ظهيرة اليوم، تبدأ الجلسة الساعة 12 الظهر، وتشمل في هذه الجلسة عرض أسماء 13 أو حملت 13 حقيبة وزارية أو ما بين قوسين حقيبة سياسية، شوف أنت بتحب أنهي مصطلح، ويوافق مجلس النواب على هذه التعديلات التي تشمل 13 وزارة. تعالوا نشوف مع بعض الوزارات اللي شملها التعديل، ويمكن حضراتكم أكيد بتتابعوا الأخبار من صباحية ربنا. إحنا عندنا في القناة كنا قاعدين بنتابع لحظة بلحظة، بنعرض على حضراتكم كل الأمور، لكن خلونا في الإعادة إفادة زي ما بيتقال. الدكتور رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني، دكتور محمد أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، دكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان، سيدة سهى سمير ناشد وزيرة للهجرة والمصريين بالخارج، الدكتور هاني سويلم وزير للموارد المائية والري، سيد أحمد عيسى وزيرا للسياحة والآثار، مهندس أحمد سمير علي صالح وزيرا للتجارة والصناعة، طبعا هنا بين قوسين الزميل أحمد سمير والصديق العزيز جدا أحمد سمير، ربنا يوفقك معالي الوزير، هنا بقى رسمي، ربنا يوفقك، يستحق يعني بإذن الله سبحانه وتعالى الدعم مننا، ويمكن معالي الوزير أحمد سمير أو النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية خلال السنتين اللي فاتوا، وكان وكيلا للجنة الاقتصادية خلال 5 سنين اللي قبلهم، رجل يستحق الدعم جدا جدا جدا، رجل ذكي جدا جدا جدا، نشيط جدا 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 جدا، رجل يهتم بأدق التفاصيل إلى أبعد الحدود، بالزمالة وبالصداقة، دي شهادتي أمام الله سبحانه وتعالى، دي حاجة شهادة غير مجروحة على الإطلاق، يعني أنا بقول اللي أنا شفته من الراجل في مزاملة وصداقة استمرت لمدة 2 سنين، وأتمنى أن هذه الصداقة تستمر بإذن الله إلى أبد الأبدين، يعني ربنا يكتب لنا العمر. أقدر أقول لك أنه لو تفتكر النهاردة حتى المهندس أحمد سمير أو وزير الصناعة الجديد المهندس أحمد سمير قال وأتمنى من زملائي يخفوا عليا شوية لما بأجيلهم المجلس، احنا مش هنقدر نخف يا معالي الوزير، دي شغلتنا وشغلتك بقى ايه، ابهرنا وابهر الناس، قدها وقدود، كل التوفيق، ربنا يوفقه يا رب. نستكمل مع بعض مع حضراتكم التعديل الوزاري طبقا للتعديلات اللي تم اقرارها او الموافقه عليها من المجلس النهارده. سياده الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزيرا للطيران المدني، أيضا سيد حسن محمد حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة، الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني وزيرا للثقافة، سيادة اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، كل الناس بتحب هذا الرجل في محافظة البحيرة من زمان، من قبل ما يبقى محافظ، وكل الناس بتحب هذا الرجل، الناس بتحبه لأنه كان من المحافظين البارزين جدا في شغلهم، هو طول الوقت الراجل الحقيقة كان حاضر مع الناس، وأظنه يعرف أهالي البحيرة واحد واحد، طبعا أنا مش بتكلم على إجمالي عدد المواطنين، لكن هو عارف كل من بيده أمر ما داخل المحافظة، عارفه بالاسم وبيتواصل مع الناس، ولو أي حد كان عايز حاجة في البحيرة في فترة تقلده لمنصبه كمحافظ كان من أسهل الأمور أنك تروح وتبعت وتطلب مقابلة المحافظ، كان يقابلك ويحاول قدر الإمكان أنه ينفذ لك طلباتك، الرجل مؤمن جدا بأنه شغلته الرئيسية هي خدمة الناس، فتهانينا الحقيقة لسيادة اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة السابق وزير التنمية المحلية الحالي، الرجل الحقيقة الحقيقة ما شفت حد إلا وبيشكر فيه، ما شفت حد إلا وبيشكر فيه، وده من وقت ما كان محافظ ومن قبل. طيب خلونا يمكن نكمل مع حضراتكم التعديل الوزاري، سيادة اللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج
الحربي. طيب أيضا الدكتور محمود مصطفى عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام. حلو كده التعديل الوزاري، يعني احنا قلناه قدام حضراتكم، حضراتكم طبعا عارفين ان التعديل ده جه بقرارات من او بدعوة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل بعض الحقائب الوزارية، ده بعد التشاور مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. ايه الهدف من التعديل؟ اقدر اقول لك المعلن جدا والمعروف والمنطقي بالمناسبة، في احتياج لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات، ومن هنا ارتأى الرئيس أنه يقوم ببعض التعديلات على الحكومة. في فرق كبير ما بين تغيير الحكومة والتعديل على الوزارة. قدم الرئيس السيسي الشكر والتقدير لجميع الوزراء اللي أنهوا مهمتهم، وبيتمنى التوفيق لكل اللي كلف بديلا عنهم، ويمكن ده نص كلام فخامة الرئيس على صفحة فيسبوك، حسابه الرسمي على فيسبوك معروض قدام حضراتكم على الشاشة. فخلونا نشوف أو نقرأ مع بعض بصوت عالي فخامة الرئيس كتب إيه على فيسبوك. كاتب نصا: دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري والذي نعمل جميعا من أجله. أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كلف بالمهمة بديلا عنهم. وهنا ينتهي كلام الرئيس أو النص اللي كتبه الرئيس على حسابه الرسمي على صفحة فيسبوك. مهم جدا أنه برضو عزيزي المواطن، عشان أنا عارف جو الإخوان هيعملوا إيه، أرجوزات الإخوان هيبدأوا يشتغلوا على الآتي. خد مني بقى إيه أول نقطة. النقطة الأولى: يا خبر أبيض، ده في تعديل، يبقى في حاجة بتحصل في مصر، وهناك مش عارف إيه، وأصل مصر لن تكون قادرة على كذا، ولن تستطيع أن تفعل كذا، وأصل الجلسة بتاعت مجلس النواب كانوا ناويين يعملوا فيها كذا، بس غيروا ده في آخر لحظة، وقالوا خلينا نمشيها تعديل وزارة. ده السيناريو بتاع الإخوان نصاً اللي هيتقال النهاردة في البرامج بتاعتهم اللي هتبقى شغالة دلوقتي، واللي هيقعدوا يشتغلوا عليه، وتبدأ معزوفات الإخوان قبيحة النغمة تشتغل لمدة أسبوع 10 أيام على ده. أنا بقول لك أهو من دلوقتي، شوف أنا لسه ما شفتش ولا برنامج ولا شفت أي حاجة طالعة على يوتيوب، ده الجلسة كانت هتبقى على كذا بس غيروها، أصل خافوا، أصل جه تهديد، فقالوا خلاص طالما عملنا الجلسة فإنقاذ لماء الوجه يلا نعمل تعديل. أي بطيخ. خلوني أخد رأي كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. أهلا 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 أستاذ أكرم. أهلا بيك، أهلا وسهلا. إزاي الصحة؟ إيه الأخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله، كله تمام الحمد لله. إيه رأيك في سيناريو متوقع للإخوان الليلة دي ولمدة أسبوع 10 أيام كده؟ والله هو طبعا يعني الحقيقة أنا حتى بكرة كاتب على موضوع الهبد ده، يعني هو مش مرتبط طبعا، هو الإخوان أنت عارف أنه مجرد ما نعلن أي حاجة أو نعلن جلسة مجلس النواب فطلع للأسف ناس كتيرة جدا، ومنهم ناس يعني مفترض عقلاء يقولوا أنه من أجل مش عارف تفويض إيه أو هنعمل إيه، وهو الموضوع طبيعي جدا وعادي مجلس النواب في أجازة وأنا عامل تعديل، فطبيعي لازم يقر مجلس النواب كجزء من العمل الدستوري. صحيح. ثم الأسماء المرشحة ما أنزل الله بها من سلطان، طبعا احنا عارفين المشتقين والناس، وطبعا بيرشحوا أسماء كثيرة، وللأسف بعض الناس ساهمت أو المنصات ساهمت في هذا الأمر، واحنا عارفين السوشيال ميديا طبعا من حق الناس تتكلم وتناقش، بس الحقيقة هو مش ده الموضوع، هو الحقيقة الناس اللي قالت أسماء مضروبة واتضح كذبها، ونفس الناس اللي بيعملوا برضو تحليلات واختراعات، ويعني عارفين ان هم أباء العريس وبيخترعوا أي كلام، وبيطلع في النهاية انه ده كل اللي احنا بنقوله ايه، اللي بيتابع ده أو بيشير أو بينشر يشغل بس العضو المفترض عقله ويشوف ويشغل المنطق. فكرة بقى اللي هم القنوات
وطبعا طبيعي انه لازم يلاقوا حاجه يتكلموا فيها على مدى سنوات. واظن ان الوضع دلوقتي بقى مختلف كمان عن الاول. يعني يمكن احنا كنا في الاول كان في نسبه الناس اللي ممكن تتابع وكده، النهارده الناس بتشوف ده كنوع من الكوميديا، يعني اللي هو مش لاقيين حاجه يعملوها. طبعا في جزء اللي انت بتشير اليه اللي هو الحق واصل التعديل واصل الاقتصاد. طب اصلا الموضوع اصله خطير وجده خطير. طب جده خطير، طب ما احنا الحكومه والدوله بتعلن كافه التفاصيل علنا بشفافيه، والله صحيح. الوضع كذا، وبعدين دي ازمه عالميه، ده في جائحه كورونا بنتعامل معاها ازاي، في سيناريوهات الدول بتتعامل مع الامور بسيناريوهات واضحه وخطط واضحه. التعديل الوزاري او التغيير الدوله دي خطط دوله في التعليم، في الصحه، في الصناعه، في التعليم العالي. في موسم النهارده في جامعات داخله، طبيعي ان احنا نغير وزاره الصحه. وزير التعليم العالي كان بيدير وزاره الصحه، خلاص هيتفرغ لوزاره الصحه. بالظبط. الحقيقه برضه حتى الوزراء اللي مشوا ادوا ما عليهم، يعني الدكتور طارق شوقي. الناس تختلف وتتفق في ملف التعليم. خلينا نتكلم بوضوح انه وزراء التعليم طول الوقت كانوا بيبقوا محط اتهامات، واولياء الامور ممكن ما يبقوش يعني موافقين، لكن الحقيقه خلينا نقول انه دكتور طارق شوقي ده مشروع دوله اولا لتطوير التعليم، بذل جهده وقدم دوره، وده راجل معروف وعالم وغيره. ممكن يبقى فيه بقى اختلاف وجهات النظر حتى بعد ما مشي، بعض الناس اللي كانوا ضده رجعوا تاني يقولوا ليه يا جماعه مشي، ده الراجل ده كان بيبذل جهد، ده غير نظام امتحانات، ده غير نظام الدرجات وقلل كتير جدا من الضغط على مدى سنتين. وفي عز كورونا اللي كانوا بيقولوا الموضوع يعني يبقى مرتبط بانه بلاش التابلت وبلاش كذا، اضطر الناس ان هم يعملوا جزء من هذا الامر بشكل او باخر، يستخدموا الاونلاين ومحاضرات في الجامعه وغيره. نفس الامر في ملف الري مثلا، وبرضه الوزير السابق بالتاكيد قام بدور مهم في هذا الامر، ويبقى برضه نفس الحكايه. ممكن يبقى في بقى خطط الدولة، محتاجين نتوسع في الصناعة، محتاجين الملف الاقتصادي، محتاجين الحكومة نفسها. احنا بنتكلم هنا على حكومة كاملة مش مجرد تغيير، لانه الحكومة هتروح العاصمة الإدارية. النهاردة الناس اللي كانت بتناقش حتى موضوع العاصمة الإدارية، العاصمة الإدارية لو انا هبدا ابنيها النهاردة قبل 6 سنين اتبنت، ما كانش حد يتخيل النهاردة لو ابنيها النهاردة يبقى التكلفة 5 أو 6 مرات. الطرق والمشروعات والكباري، الصناعة ممكن كانت محتاجه شبكات الطرق ومحتاجه الطاقه، النهارده البنيه الاساسيه بقت جاهزه، ده في ملف الصناعه اللي نقدر نتوسع فيه، وملف الاستثمارات. ده اللي محتاج نقوله، لانه التوقف المتلفت لا يصل. ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي ليه مقوله دائما اللي هو ايه، لازم نشتغل. لازم الناس تختلف وتتفق، تختلف وتتفق بس المنطق. يعني فعلا في ناس كتير محترمين جدا وبيتناقشوا وبيتكلموا، وفي ناس الحقيقه اعتادت انها لا تعتمد على منطق او على معلومات، وتاخد مقدمات فاسده وتبني عليها تحليلات. اللي صحيح. احنا عايزينه انه الناس تفكر انه في ازمه عالميه وفي شيء، لكن احنا قادرين زي ما عدينا كورونا نعدي ده، وان الموضوع مش بالضخامه اللي طب سؤال يا استاذ اكرم، اكتر اسم لفت نظرك في ال 13 اسم النهارده مين؟ والله كلهم اسماء لافته. يعني انا طبعا انا وزير الري السابق دكتور عبد العاطي برضه خبره، وراجل من مدرسه الري المصريه. دكتور الوزير الجديد برضه عالم وراجل محترم ولافت للنظر، وانه برضه من مدرسه الري المصريه العريقه في هذا الامر. ممكن يبقى الحكم على الاداء بناء على الممارسه، بالتاكيد حصل. صانع القرار بيقرا ملفات وبيتابع ويشوف خبرات، بناء على هذا يتم الاختيار. قد ارى انا او يرى البعض انه فلان ده، طب ده جه ليه؟ جه ليه؟ انا هشوفه بعد الممارسه. لان احنا على مدى 10 15 سنه اللي فاتوا كان بيجي الوزير وممكن الناس يبقى احنا مش متخيلين ان هو ليه جه، ونكتشف ان هو راجل وبيأدي وكذا. وبناء على هذا الاداء النهارده احنا في مرحله محتاجين نبقى واخدين بالنا انه في ملفات كتيره، وفي تطوير، وفي يعني مشروعات قوميه، وفي نمو وتنميه واستثمارات خارجيه وصناعه. كل دي الحقيقه ملفات مهمه
القوى العامله، قطاع الاعمال، كلها ملفات. وبالعكس الناس اللي يقولوا المجموعه الاقتصاديه، المجموعه الاقتصاديه ادائها في سياق ما جرى خلال السنوات اللي فاتت واصلاح اقتصادي وغيره، وقدرت انها تتحمل هذا وتخوض فيه وتمارسه، والنتائج الى حد كبير ماشيه الاحوال. ليه التغيير؟ التغيير ممكن يبقى بعض الملفات زي التعليم، زي الصحه، وزير التعليم اللي قادم من وزاره التعليم ممكن هيستمر، لان احنا بنتكلم على مشروع دوله، مش مجرد وزير يرتبط. ويمكن السياسات الواضحه خلال السنوات اللي فاتت دي سياسات الدوله اللي بتحطها، وبالتالي ما هياش يفترض الا تكون مرتبطه بافراد كل وزير. وده اللي كان العيوب السابقه، لكل وزير كان يجي يبدا سياسه من اول وجديد ويغلق الادراج على ما تحقق. اللي حصل انه بالعكس، اللي بيحصل ان احنا بنبني على ما حدث، واظن انه التقييم سواء في الاقتصاد سواء في غيره بيتم بناء على نتائج، وبناء على اننا بننظر لخارطه اقتصاد عالمي، خارطه تحولات عالميه، انه الدوله ما تشتغلش في ملف واحد، في عده ملفات متعدده، ملفات داخليه وملفات خارجيه وملفات اقليميه، واقليم بيغلي على مدى سنوات، وحرب وجائحه. ومع ذلك يعني مصر خلال جائحه كورونا اعتقد تجربتها كانت لافته، انه استطاعت ان هي تمر من هذه الازمه. في تاثيرات طبيعي في العالم كله في غلاء الاسعار او في غيره، الدوله بتحاول قدر الامكان ان هي تخفف من انعكاسات ده على المواطنين، ودي وزارات كلها خدميه، والوزارات الخدميه بتبقى احتكاكها مباشر، وبالتالي طبعاً بتبقى دائما مثيره للاسئله ومثيره للنقاشات. فالسؤال يعني زي ما انت بدات من الاول، انا بتصور انه اللي ما يتم طرحه لم يعد ينظر له بجديه، وصحيح في بعضه بيؤثر على الناس. كل اللي احنا بنطلبه من الصادقين او الناس الطبيعيين هم يشغلوا عقلهم ويشغلوا المنطق ويحللوا ما يتم طرحه، وما يحصلش عمليه طاقه سلبيه او تخويف او غيره، انه نقدر الدوله طالما الشعب متوحد والناس واخده بالها. اعتقد انه تاثيرات هذه الامور ستكون تاثيرات اقل كثيرا في انعكاساتها، لانه صحيح على مدى سنوات اللي فاتت كان طول الوقت فيه شائعات وفي يعني نميمه وفي خبط وفي هب، كل ده بينتهي. لكن اللافت هنا مش بس الناس اللي بره، الناس اللي معانا اللي هم لا. وبعدين هو امتى في، لو صح التعبير يعني، في تاريخنا السياسي انه كانت الناس راضيه عن وزاره اصلا، ولما اتغيرت ما طلعوش انه نفس الوزاره اللي كانوا مش راضيين عنها ملايكه، وان اللي جايين دول اكيد وهكذا. يعني التوالي ده طول الوقت مستمر. اشكرك جدا اولا استاذ اكرم، كل الشكر لكاتبنا الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. ويمكن انا بس عايز افكرك بحاجه مهمه جدا، احنا طول عمرنا في اي وزاره طول الوقت احنا ما بنرضاش عن الوزير ولا وزارته ولا ادائه، واول ما بيمشي ايا كانت الوزاره ايه، والله ده كان راجل عظيم، يا ترى بقى اللي جاي هيعمل ايه؟ حلو؟ او بيبقى في سيناريو اخر، الراجل ده سكر، ده هو ده اللي هيحل وهو ده اللي هيجيب التايهه. حلو؟ لو غلط اقل غلطه. انا مش فاهم هو ايه اللي حصل له. على فكره انا كان عندي تحفظات بس ما رضيتش ان انا اتكلم. طب ما رضيتش تتكلم ليه؟ انت في حد كان ماسكك؟ ما انت كنت بتشكر. ايه اللي فجاه خلاك كان عندك تحفظات وسكت؟ يعني الشكل ده عموما موجود. بس هو انا عايزك تاخد بالك من حاجه، النوع زي بلادنا، مش بلادنا بس، الناس اللي زي بلادنا او الشعوب في بلاد زي بلادنا هم طول الوقت بيبقوا مشغولين اكتر مما ينبغي. وهقول لك ليه. يعني في بلاد العالم الاكثر تقدما اقتصاديا او تعليميا او الخ الخ الخ، بتلاقي انشغالهم بالتشكيل الوزاري او تعديله او تغيير الوزاره موجود، بس مش بالحجم اللي عندنا ده. وحالة الهبد المستمرة على رأي أستاذ أكرم مش بالحجم ده. فخلونا نهدى في موضوع الهبد حبتين، يعني نهدى. أظن في 13 وزير جديد، عاوزين نشوف بقى يا ترى هل ترى إيه التحديات اللي قدامهم أو أبرزها. مثلا خلينا ناخد معانا على التليفون سيادة النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. منور. اهلا وسهلا استاذ يوسف، ده منوره بيك. الرجل لجنه التنميه المحليه. الله يبارك. يعني دلوقتي انا مهم عندي انه افهم
ويمكن احنا منشنين، احنا عايزين النائب عمرو درويش. تعرف انا احبك قد ايه واثق في الله يبارك رؤيتك قد ايه بجد، يعني الله يبارك في ابرز حضرتك. التحديات اللي بتواجه الوزير الجديد في هذه الوزاره الثقيله. يعني الانجاز. ده انت اتنهدت الاول وبدات تتكلم، التنهيده دي ليها معنى. طبعا، بس يعني خليني برضو، يعني انا متفق تماما مع اللي حضرتك تفضلت واتكلمت عليه في مساله الحديث والثرثره يعني الشديده. كان في انتقادات كبيره جدا للوزراء السابقين، النهارده بتشوف يعني على مواقع التواصل الاجتماعي شد وجذب واراء مختلفه، ويقول لك طب وده مشي ليه، طب وده اللي جاي ده هيعمل ايه. فانا متفق معاك ان في حاله من يعني السيوله الشديده جدا، ما تستبعدش برضو ان يكون وراها الكتائب الالكترونيه اللي بتحاول كل فتره والتانيه تشكك في اي شيء الدوله بتعمله. ده رقم واحد. رقم اثنين، ما فيش شك طبعا ان 13 وزير النهارده يدوا لك انطباع بان القياده السياسيه يعني بتضع نصب اعينها بعض الملفات المتصله بشكل مباشر مع المواطن، زي مثلا التنميه المحليه من خلال طبعا قانون التصالح وما الى ذلك، والمشاكل الكثيره جدا منظومة النظافة. بنشوف برضو يعني رؤية تجاه السياسة الخارجية من خلال طبعا وزارة الهجرة، بنشوف تصحيح مسار لوزارة الصحة. يعني خلينا أقول إن التعديلات اللي حصلت النهاردة دي، يعني اللي بيتفحصها كويس جدا هيعرف إن وراها دراسة مستفيضة للاحتياجات المباشرة خلال الفترة الحالية. وزير طبعا زي اللي هو هشام أمنة، شخصية طبعا لها تقديرها واحترامها، كان يعني محافظ البحيرة، وبالتالي هو من داخل المنظومة. فيعلم جيدا مشاكل المحليات، ويعلم جيدا مشاكل الوحدات المحلية، ويعلم جيدا المشاكل التي يعني تتواجد بشكل كبير وتشكل صعوبة شديدة جدا في المحافظات. فبالتالي احنا امام وزير هيحط المفتاح في العربية ويدوس ويمشي على طول. يعني مش من المفترض ان هو يعني جاي بخلفية بعيدة عن المحليات. يعني الملفات متراكمة بشكل كبير، كان طبعا في حالة من الشد والجذب خلال الفترة اللي فاتت مع طبعا السيد الوزير المحترم، يعني سيادة اللواء محمود شعراوي، شخصية برضه نقول لها ونحترمها. وأنا قلت في الحقيقة إن يعني الوزراء اللي رحلوا عن هذه الوزارة تولوا الوزارة في ظروف استثنائية، فيعني من أبلى منهم بلاء فيحسب له، لأن طبعا احنا كلنا كنا عارفين الظروف اللي البلد كلها كانت موجودة فيها والتحديات سواء الداخلية أو الخارجية. اللي احنا بننتظره بقى النهارده من معالي وزير التنميه المحليه ان ده شخصيه عارفه الملفات، عارفه ايه المشاكل المصاحبه لقانون التصالح، عارفه ايه المشاكل المصاحبه للاشتراطات البنائيه، عارفه ازاي تواجه مساله التعدي على الاراضي الزراعيه وتاكل الرقعه الزراعيه، عارفه كويس جدا ازاي تجابه مساله البناء المخالف، وفي نفس الوقت ازاي تدي متسع قانوني ومساحه قانونيه للمواطن ان هو يمارس حقه الدستوري والتشريعي الكامل في ان هو يبقى له سكن محترم. طبعا ده فيما يخص طبعا الملفات دي، ودي ملفات هامه جدا. ملفات اخرى زي مثلا منظومه النظافه، ودي طبعا منظومه على المستوى العالمي بتدار بشكل احترافي، وكانت مصر خلال الفتره اللي فاتت بتحاول ان هي طبعا تواكب التطورات اللي بتحصل في المستوى العالمي في خلال هذه المنظومه، وشفنا ازاي اتعاملت بعض العديد من محطات تصدير المخلفات، لكن لا زلنا برضه نعاني من تكدس كبير جدا لمساله المخلفات، فدي محتاجه برضه حلول. الاسواق العشوائيه، المواقف العشوائيه، يعني كل دي ملفات هامه جدا. يعني اعتقد ان نتوسم في يعني طبعا سياده اللواء هشام امنه ان هو يكون على قدر هذه المسؤوليه، وانا بقول دايما ان امام اي تعديل يجب ان يواكبه دعم لا محدود للحكومه عشان تشتغل بكل اريحيه، مع الوضع في الاعتبار ان المجلس النيابي سيمارس اقصى درجات المراقبه على الاداء الحكومي. طيب هنا 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 هسال بقى سياده النائب كوكيل للجنه ورجل يراقب الحكومه، يعني لو قلناها في اطار ايه، وشوشه او نصح المحبين لمعالي الوزير هشام امنه في ملفه الجديد كوزير، لانه خلاص بقى سيبنا المحافظه وبقت النظره اكثر شمولا. يعني انجاز طبعا ليا الكلام ده في اطار الدور. إعادة الهيكلة ده موضوع في منتهى الأهمية، تعظيم الكوادر اللي أثبتت جدارتها خلال الفترة اللي فاتت، مسألة الإحلال والتجديد، ضخ دماء جديدة،
يعني كل دي امور هتبقى محتاجه يعني منه طبعا شغل كبير جدا. احنا ننتظر ايضا حركه المحافظين، لان في محافظات في الحقيقه كان ادائها متميز جدا، في المقابل كان هناك تحفظات شديده جدا على العديد من يعني المحافظات اللي كان ادائها على غير المستوى المأمول. حياه كريمه برضو في منتهى الاهميه، ملف في منتهى الاهميه، وزاره التنميه المحليه ليها دور هام فيه جدا. يعني في الحقيقه اللي انا اتوقعه من اللواء هشام او سياده الوزير بقى هشام ان احنا نشوف سرعه في الاداء، يرجع لنا كده ايام يعني الوزير الذي تراه في كل مكان، يندمج مع المسؤولين ويندمج مع العاملين معاه ويندمج ايضا مع المحافظين عشان نشوف اداء. خلي بالك في حاجه مهمه جدا، وزاره التنميه المحليه يعني انا بعتبرها من الوزارات القليله جدا اللي بتبقى بتمثل المواطن بشكل مباشر كل يوم في كل لحظه، وادائها بينعكس اما ايجابا او سلبا على نظره المواطن للاداء الحكومي. صح، 100%. فده دور في منتهى الاهميه. يعني تتحدث عن بقيه الوزارات زي كيفما تتحدث، لكن تظل هذه الوزاره من ضمن الوزارات القليله جدا اللي بتؤثر في نفسيه المواطن. وان شاء الله انا متوسم خير، وزي ما تحكي احنا كل الدعم للحكومه وكل الدعم للساده الوزراء، وبرضه بنقول لهم ان عين البرلمان ستظل يقظه بشكل كبير جدا حتى تتكامل مع المنظومه التنفيذيه ويعني السلطه التنفيذيه في البلاد عشان يعني المواطن فعلا يقدر ان هو يعيش حياه كريمه. تتوقع حركه محافظين قريب؟ ده يعني احنا يعني لا ده احنا بنطالب بيها، مش بس نتوقعها، ده احنا بنطالب بيها. واعتقد ان التغيير ده يدي لك انطباع بان الحركه دي ان شاء الله تكون في اسرع وقت. باذن الله باذن الله. انا عايز اشكرك جدا 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 جدا، الى ان نلتقي في القريب. سياده النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين ووكيل لجنه التنميه المحليه، هستاذنكم هنروح لفاصل. لم ينتهي الكلام عن التعديل الوزاري، ولكنه سوف يستمر على المائده غير المستديره. عايز بس اقول لك حاجه، لانه تاني الزن على الودان وحش، وزن الإخوان واللي شبههم والعيال ما بتقولش أبدا إن هم إخوان، واللي ممكن يقعد يكتب لك على صفحته إن هو طول الوقت ضد الإخوان، أنا عمري ما حبيتهم ولا كنت معاهم ولا بحبهم ولا متفق ولا متعاطف. هو لازم هيدي لك الصورة دي، بس هتلاقيه بيدي لك سم تاني بقى. يعني مثلا يقول لك إيه، هو مش معقول كل شوية يقولوا لنا يعني إن الوضع الاقتصادي حرج. طب أنت عايزنا نخبي عليك نقول لك الوضع الاقتصادي حلو؟ ده سؤال. السؤال التاني، هو مين في حكومات العالم ما قالش ان الوضع الاقتصادي حرج؟ الصين بتقول الوضع الاقتصادي حرج، اقوى اقتصاد في الدنيا امريكا بتقول الوضع الاقتصادي حرج، بريطانيا بتقول الوضع حرج، المانيا بتقول الوضع حرج، ايطاليا بتقول الوضع حرج جدا قوي خالص. الوضع حرج بقى، نعمل لك ايه طيب؟ يعني هنخترع كوكب جديد؟ ما تسلمش ودنك للعيال التفه بتوع الجماعه، ساء عليك النبي، او اللي طول الوقت قاعد بيبس سم. طب هتعرف منين؟ يعني تقولي يعني اي حد هينتقد يبقى اخوان؟ لا، بس معقول في واحد طول الوقت ما بيقولش غير سم؟ مش حاجه عدله ابدا في حياه اهله يعني خالص. فاصل ونكمل الكلام. اهلا 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 بحضراتكم مره تانية وبرنامجكم التاسع. احنا بنتكلم من بدايه الحلقه على التعديل الوزاري واللي شمل 13 وزار، وعجبني جدا الكلام بتاع سياده النائب عمرو درويش على مساله مثلا وزاره التنميه المحليه. قال انه يا جماعه احنا بنتكلم على وزاره هي من اكثر الوزارات ان لم تكن اكثرها مساسا بالحياه اليوميه للمواطن. فحتى قلت له كل ساعه المواطن بيتعامل مع شيء ما متعلق بهذه الوزارة. فقال إيه؟ قال اللي احنا بننتظره ونطالب بيه هو تعديلات أو حركة محافظين زي ما بيطلق عليها أو زي ما بنسميها. طيب ده كان رأي سيادة النائب عمرو درويش كعضو برلماني وكوكيل لجنة التنمية المحلية. خلونا ناخد معانا سيادة النائبة سهى سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين. أهلا أهلا أهلا. اهلا وسهلا معانا. ازيك يا سياده النائبه، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. استاذنك نشيل بقى الالقاب والحاجات اللي زي كده. طبعا ربنا يخليك. طيب سهى، النهارده
الكل شاف التعديلات الوزارية واللي شملت 13 حقيبة. والبعض كل يعني على حسب اهتمامه الرئيسي، مش هقول اهتمامه الكلي لكن الرئيسي جدا، بيرى امور. يعني عمرو درويش شاف انه التنمية المحلية من ابرز الحاجات اللي حصلت، وانه وجب باعتبار بتعبيره نحن نطالب بحركة محافظين وشيكة. فالاول هسألك الاسماء اللافتة، اكتر اسم لافت بالنسبة لك ايه، وشايفة حركة المحافظين اللي كلنا نطالب بيها أو قد تكون مرتقبة، قولي أمين. خليني أقول لحضرتك إنه الأول إحنا كنا في حاجة ماسة إلى تعديل وزاري تأخرت يعني كثيراً، وكنا طول الوقت بنقول الحركة هتكون الشهر الجاي اللي بعده، لا 7 لا 8 لا كده، أخيراً الحمد لله كنا بيأمس في حاجة الوقت الحالي، خصوصاً إحنا داخلين على الحوار الوطني. صحيح. فمحتاجين فعلا عدد من الملفات والحقائب الوزاريه اللي كانت فعلا في اساس الحاجه للتغيير. كمان يعني هو انا كنت مهتمه جدا بوزاره التعليم، كل الشكر طبعا لمعالي الوزير السابق خالد الضوئي، وانا الحقيقه يعني متفق لا انه الحقيبه يعني بيتكلم فيها كمان حد من الوزاره وعنده فكره كبيره بالملف، ويمكن دي من اكثر المزارات اللي بتهم المواطن بشكل رئيسي. وزاره التربيه والتعليم لانه يعني اهم من تعليم ولادنا بالذات التعليم الاساسي. فانا شايفه انه ملفات وزاره التعليم والتعليم العالي دي من الملفات اللي بتهم المواطن بشكل رئيسي. طبعا الاداره المحليه ما حدش فينا ما عندوش مشكله مع الاحياء والمحافظات، و لان احنا نفسنا كنواب بنعاني، يعني ما بالك المواطن العادي يعني احنا بنقدم بنروح بطلب والله بنعاني وبنرفع عليهم، بيبقى ساعات الموضوع بناخده بشخصنه بقى، يعني طب انتوا عايزين تعملوا كده ليه؟ ودي قررت معانا اكثر من مره موجوده على صفحاتنا كلنا نداءات للمحافظين والنواب المحافظين انه ليه الامور بتتعثر؟ خليني اقول لك ان ده بينكد على المواطن يومه، يعني المواطن ممكن جدا يبقى في يعني غلاء اسعار او اي امر في الدوله، ولما يجي يدخل مكتب خدمات مواطن ويتعطل اكثر بيطلع عنده احتقان اكثر طبعا تجاه الدوله. فانت بتنكد على المواطن كل يوم الصبح، تخليه يطلع ناقد على الدوله في امور مختلفه وامور متعدده، والعكس صحيح. انت ممكن تقدم الخدمه يعني تعمل اللي عليك بالضبط اكتر من كده، وهيطلع المواطن راضي و يعني يومه كويس من غير احباطات يعني زياده اضافيه عليه. اهتميت برضو انا شايفه انه التغيير اللي حصل في وزاره السياحه وفيه صله بملف الاقتصاد. احنا دلوقتي وزاره الصناعه طبعا دي ده يعني اهم اسم عندي، كان الوزير احمد سمير سعيده جدا بهذا الاختيار وموافقه انه هيعمل نقله نوعيه محتاجينها جدا خلال هذه الازمه الاقتصاديه في مصر لتنميه الصناعه. احتياج الحقيقه بسيط على فكره، احنا دلوقتي يعني السوق الامريكي والسوق الاوروبي يمكن الصين متحده بصناعتها عنه شويه، فاحنا ممكن نقدر نفتح هذه الاسواق بنحلم ده. هيفرق معانا كتير. والملف السياحه كمان احنا محتاجين جدا ملف السياحه عشان برضو تنميه الاقتصاديه في الوقت الحالي، ان السياحه دي الحاجه اللي ببلاش كده اللي بتنقص بسرعه الاقتصاد، بتنقص بسرعه اوضاعنا الاقتصاديه اللي احنا بنبقى فيه ازمات، وهي برضو اول حاجه بتقع لما بيحصل اي لا قدر الله احداث او امور. يعني انا شايفه انه التعديل الوزاري بشكل عام كنا محتاجينه. بنامل يعني عايزه اقول هي سرقه ثقيله في كل الاحوال، يعني هي المساله برضو مش مساله وزارات واسماء في الاخر دي سياسه الدوله، ولكن يمكن ان نكون متعثرين في كل اسم جديد يكون تغيير البناء في شكل من اشكال الحراك اللي هيدفع للامان. طيب سهى اسمحي لي، هل كنت تتوقعي أو تأملي في تعديل أوسع نطاقا من ال 13؟ يعني هو برضه خلينا نتكلم إنه لما الواحد احتك أكتر بالجهاز الإداري للدولة وبالحكومة من خلال المجلس،
ده المتاح. يعني في محافظات كثيره بتكون بعيده لما كنا جاهزين ومش موجودين في البرلمان او ما عندناش اتكاف مباشر بالوزارات، يمكن كنا نقدر نقول كده. ولكن خلينا نقول انه في اولويات وفي في امور كتير بتكون غريبه عننا. لو تم تعديلات او ممكن ده ما يكونش في صالح مساعد. خليني اقول لك برضه في اسماء كتير بتكون مرشحه ومش بتقدر تشيل حقائب وزاريه في اوقات صعبه، ما نقدرش نقول ان الوقت ده صعب جدا. ف يعني اتوقع ان هو ده اللي كان متاح، والتغيير ده يعني نتوقع ان شاء الله انه يكون ايجابي ويكون في مصلحه البلد. يعني بصفه عامه التغييرات الوزاريه بعيد على قد ما او عامله حرات فعلا قادره تقدم للعمل. يعني متفائله جدا بمدرسه الصناعه بامانه. الثقافه كمان، لانه الوزيره كانت مسؤوله عن صندوق التنميه الثقافيه، ودي دي حاجه مهمه جدا محتاجينها فعلا في وزاره الثقافه، اللي خلفيتها في اداره الصندوق فتره وحاجه مهمه جدا محتاجينها. دي كانت فكره انا انها تمثل قدر الثقافه وكذا تنميتها. فالموضوع ده ليه علاقه برضه بالاهميات. يعني صحيح. أنا بشكرك جدا 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 النائبة سوى سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. عايز بس يعني يمكن قبل ما نستقبل تليفوننا القادم أفهمك حاجة أو نتشارك. أنا يعني مش أنا اللي هفهمك، كلنا بنفهم يعني أو عندنا قدر ما من الاستيعاب والفهم إلى آخره. اوعى تفتكر إنه المنصب الوزاري ده يعني اللي هو إيه الدلع إطلاقا. اللي بيجي وزير ده عشان بس تبقى فاهم، ده بيتحط في وش المدفع، وبالتالي بتبقى دايما يعني بالتعبير كده السياسي رقبته على المحك طول الوقت. ليه؟ لانه في المرمى بتاع اي طلقه او اي سهم جاي من اي حته، من اي حته جوه البلد وبره البلد، معارضه واغلبيه الى اخره. ده واحد. اتنين، مش معنى ان في وزير لم يستكمل او ما هوش باقي في منصبه ده معناها ان الوزير ده وحش اطلاقا. المنصب الوزاري اسمه بره كده حقيبة سياسية، يعني المرحلة والوضع السياسي والاقتصادي بتاع الدولة او رؤيتها هي اللي بتحتم مين الاصلح للمرحلة. اصلح لايه؟ للمرحلة مش للمنصب. مش معناها ان فلان لو ما جاش يبقى وحش، او فلان لو ساب المنصب بتاعه ده معناها انه وحش فهيجي حد احسن منه. المساله مش كده خالص، هي المساله مين المناسب للشيء ده او للمنصب ده او للكرسي ده او للبرنامج ده، اي حاجه للعياده دي في المرحله دي. واخد بالك؟ يعني اضرب لك مثل. افترضنا جدلا انه هناك مثلا شيء ما متعلق بالبلهارسي زمان، وانها امر يعني مرض عاصف يعصف ويفتك باكباد المصريين وما الى ذلك. يوم ما هتجيب وزير صحه هتجيب واحد يبقى فاهم الوزاره كويس. انا بجيب لك بقى مثل خلص اصلا بقاله عشرات السنين. يعني هتجيب واحد فاهم الوزارة كويس وفاهم دولاب عمل الوزارة كويس وفاهم ازاي يقدر يشتغل مع قيادات الوزارة كويس قوي، وفي نفس الوقت يبقى فاهم يعني ايه بالهرسية كويس جدا، ويبقى متابع الموقف، ويا ترى هل ترى دول العالم التي تخلصت من هذا المرض تخلصت منه ازاي وما الى ذلك. هل ده معناها ان الوزير اللي قبله كان وحش؟ لا. هل ده معناها انه لما تنتهي هذه الامور وكل حاجة تستقر ويستوجب وجود وزير جديد ده معناها ان هو ما قامش بمهمته؟ لا، قام مهمته بنجاح وقضى على البلهارسي بس خلاص، شكرا. هو ملف. هتيجي تقول لي لا الوزارات تدار عمليا بطريقه الرؤيه الاستراتيجيه، رؤيات بعيده المدى، صح. وفي ظروف زي اللي احنا فيها، ويمكن ده اللي لمحت اليه او اوردته الحقيقه في كلامها دون تلميح ولا مواربه، سواء اذا كانت النائبه سهى او سياده النائب عمرو درويش، انه احنا في مرحلة اقتصادية صعبة جدا، حرجة جدا، بتمر علينا زي ما بتمر على العالم، وبالتالي المواطن
محتاج طول الوقت اولا يشعر بان هناك تغيير ايجابي. قد يكون هذا التغيير متعلق بسرعه تقديم الخدمه، ممكن يكون متعلق بكفاءه تقديم الخدمه في ظل وجود ارتفاعات اسعار وتضخم بيضرب بالعالم. فانا محتاج اديله حاجات تانية قصاد هذا التضخم اللي انا بحاول احتويه واسيطر عليه قدر الامكان، بس انا في حاجات تانية اقدر اعملها فتساعده. زي ما قالت سهى على سبيل المثال، يخش مكتب خدمه مواطن فالحكايه تخلص بسرعه مثلا. زي ما قال عمرو درويش، الناس محتاجه ان المحافظين يشتغلوا بشكل اكثر سرعه، الملفات تتحرك بسرعه، ما تبقاش ماشيه بنفس الوتيره بتاعه ما قبل الازمه. احنا دلوقتي عندنا بدل الازمه 2 ازمه قائمه بالفعل في اوروبا، اوكرانيا روسيا، روسيا اوكرانيا، وازمه وشيكه بتحصل في الصين وتايوان. دخل بقى على الخط امريكا ودخل على الخط اليابان، حدوته ربنا بإذن الله يطلعنا منها على خير، نتمنى ما تحصلش أزمة ولا كارثة. طيب خلونا هنا ناخد معانا على تليفون دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. أهلا أهلا بيك يا دكتور. أهلا أهلا بك، أكرمك الله يخليك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. وكيف رأى حزب الإصلاح والنهضة التعديلات الوزارية وأبرز الأسماء التي لفتت نظر دكتور هشام؟ والله انا شايف ان هو التعديلات الوزاريه دي جايه في اولويات مرحله زي ما انت كنت بتتكلم من شويه، شديده الصعوبه تتعلق بالوضع العالمي المرتبط زي ما كنت حضرتك بتتكلم فيما يتعلق بروسيا واوكرانيا، سلاسل الامداد، الطاقه، الاسعار دي وانعكاسها على المواطن. فالحقيقه التغيير الوزاري جاي في وقت شديد الحساسيه ومهم جدا، وبيعبر عن حساسيه الدوله المصريه برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايما معودنا ان هو عنده حساسيه دايما في التعامل مع الملفات المهمه. في الاولويه المشهد في الملف الاقتصادي بالغ الصعوبه وليه انعكاس كبير جدا على المواطن المصري. هنا في تحدي كبير جدا ما بين الحكومه المقاتله دي اللي جايه في الظروف الصعبه دي، وازاي هي هتتعامل مع العوائق دي كلها، وازاي هي هتحاول تخفف على المواطن في التعامل مع الملفات. عشان كده انا شايف ان التغيير الوزاري ده بيتعاطى مع الحتتين دول، تحديات صعبه جدا عالميه ومنعكس اقتصاديا بشكل كبير، ومواطن ليه احتياجات ازاي هنتعامل معاه ونحاول نريحه ونكون قريبين منه. شايف ان التعديل ده ليه فلسفه ذكرها سياده الرئيس، ان هو ان فيما يتعلق بشان تطوير الاداء الحكومي. فكلمه اللي ذكرها الرئيس في تطوير الاداء الحكومي ان احنا دايما بيكون عندنا مراجعه، انت بالنسبه لك في تقييم زي ما بيحصل في اي حته في الشركات او في غيره، ففي وزراء اجادت وقدمت المطلوب منها، وفي وزراء محتاجين ان احنا نضخ دماء جديده عشان يؤدوا في الملفات دي، وفي وزراء اجادوا فعلا، بس زي ما انت حضرتك ذكرت من شويه ان هو قد يكون لازم يكون في رجل مناسب اكثر، زي مثلا ما حصل في وزاره الري، ربما تكون انت محتاج اكثر على حد احتكاك بالمؤسسات الدوليه، فاهم الملف كويس بتاع الري، في نفس الوقت عنده خبره اكاديميه عاليه، وفي نفس الوقت ممكن يكون قادر على اداره الاتصالات فيما يتعلق بملف تفاوض حساس. ده اللي انا شايفه فيما يتعلق بهذا الجزء. ايضا انا شايف ان التعديل ده هيساهم فعلا في تحسين الخدمه المباشره للمواطنين. في ملمح مهم انا شفته في التعديل ان هو بيضخ دماء جديده من اماكن متعدده. يعني انت شايف ملمح مثلا للقطاع الخاص ظاهر اللي جاي من خلفيه برلمانيه زي نائب اللي ماسك وزير الصناعه جاي احمد سمير، كان ماسك هو اللجنه في مجلس الشعب، كان ماسك لجنه الاقتصاديه، ان هو فاهم كويس العقبات والمشاكل اللي كانت مواجهه المستثمرين. فانا شايف ان هو بالنسبه له احنا المرحله اللي جايه بعد ما يعني احنا محتاجين داخلين في مرحله صناعه كبيره جدا وعايزين نجذب استثمار صناعي كبير جدا، الشخص اللي جاي هو فاهم كويس العقبات، التشريعات اللازمه لتسهيل عمليه توطين الصناعه. احنا عايزين نعمل احلال واردات، يعني احنا عايزين نصنع كتير في مصر عشان نقلل الاستيراد اللي فاتورته في العمله الصعبه. ففي تصوري واحد كان ماسك اللجنه الاقتصاديه عنده حساسيه تشريعيه، فاهم ازاي يوفر، فاهم كويس في الجزء الصناعي ده، وجاي من خلفيه صناعيه. يعني هو احمد جاي من خلفيه الصناعه، وبعدين وكيل لجنة اقتصاد 5 سنين، وبعدين رئيس اللجنة لسنتين، وكأنه كان يعني ايه بيدرب
اقتصاديا تدريب رفيع المستوى داخل المجلس، فعمليا هو عنده رؤيتين، رؤية الصناعي ورؤية رجل الاقتصاد. ودي مهمة جدا في الجزء كمان التشريعي، لان انت دلوقتي عايز توفر بيئة لسرعة ان هو عملية التسهيل على الصناعة والاستثمار واللي جاي، فحد هيبقى عنده الرؤيتين سواء الرؤية التشريعية او الرؤية فاهمة في الصناعة، فده اللي احنا فعلا محتاجين. ملف زي ملف التعليم، الدكتور طارق شوقي بذل مجهود كبير جدا فيما يتعلق بقصة احداث يعني جزء ثوري في التعليم، وكان التعليم كان لفترة طويلة يعتبر جامد على مرحلة معينة، وعلى الرغم من التقدير للجزء الثوري اللي كان موجود ده، بس كان فيه إشكاليات في الواقع الاجتماعي في تقبل بعض التغييرات اللي كانت دراماتيكية بالنسبة لهم، فكان في بعض الانتقادات موجهة للدكتور شوقي. بس أنا شايف إن الاختيار إن هو في نقطة مهمة جدا، إن هو أنت مش جاي تهد اللي اتبنى، لأن هو جاي من نفس المدرسة، نائب الوزير صحيح، بس جاي بقى يركز على حتة أهمية الجزء المعلمين اللي هم هيقوموا بقى بالمناهج الجديدة، اللي هم نفسهم اللي احنا عملنا لهم التغييرات ديت، فالمعلم نفسه يكون مؤهل وهو نفسه مطمئن من حد منه فاهمه، لأن ده كان حد معلم خارج من الدولاب فاهم الجزء كويس، ففاهم الجزء ده، وفي نفس الوقت هو فاهم المنظومة الجديدة والثورة اللي حصلت فيها والإنجازات اللي تراكمت فيها. شايف برضو في أكثر من ملف السياحة النظر دي بشكل مختلف، الناس مستغربة أن أول مرة تستضيف حد. طبعا السياحة بقت صناعة مهمة جدا، أنت عايز تنظر السياحة عين استثمار. أنا دلوقتي أنا حطيت بنية تحتية كثيرة في السياحة، اكتشفت عملت المتحف الجديد، اكتشفت آثار، بس انا دلوقتي عندي بنيه تحتيه في السياحه، جبت مداها اللي احنا عدينا اللي احنا حتى وصلنا له في 2011، بس انا عايز انظر نظره ثانيه بقى عشان احفز السياحه في مصر من خلال شكل استثماري، عشان ازاي السياحه تبقى مصادر الدخل الكبرى، فعايزه فلسفه ثانيه. اتمنى من الوزير القادم يكون ان خلفيته استثماريه ان هو بالنسبه له يغير من الفلسفه والسياسات والتوجهات بتاعت وزاره السياحه، تكون رافض من الروافض المهمه للدوله المصريه فيما يتعلق ب زيادة الدخل وزيادة العملة الصعبة بصورة واضحة ملموسة، مش مجرد تبقى أقصى طموحاتنا إن إحنا نرجع للي كنا فيه قبل 2011. صحيح. فأنا شايف إن في ملامح كتير، شايف إن هو مثلا أعمار الوزراء هي ما بين ال 40 وال 50، وده تطور بقى في إن أنت بالنسبة لك داخل في أعمار ده شكله بيفتح آفاق وآمال، هل ممكن في مصر ممكن مثلا من تجربة زي تجربة التنسيقية وبرنامج الرئاسي الناس اللي هي بقت نواب وزراء وبقت نواب محافظين يوم من الايام مثلا نلاقي وزير 39 38 40 سنه؟ ليه لا؟ بعد ما اخلناه نمكنه بشكل يكون اتدرب كويس، وارد في يوم من الايام. فانا شايف ان هو ده دلوقتي انت بالنسبه لك الوزاره دي بتدي ملامح وامل. صحيح. كثره التخصصات، يعني انت بالنسبه لك المجتمع المدني انت جايب منه حد من القطاع الخاص، حد البرلمان جاي منه حد، في نفس الوقت عندك نواب وزراء كانوا في دولاب الدوله واشتغلوا على الجزء ده. فانا شايف ان الجزء المهم اللي احنا محتاجينه بقى، هل الوزاره دي اهم حاجه الملف الاقتصادي؟ احنا اهم حاجه بالنسبه لنا عندنا حاجتين، ان احنا عايزين نجذب استثمارات ونهتم بصوره كبيره جدا بملف الصناعه، لان احنا ما قدامناش حل تاني، والناس لازم تكون فاهمه ان هو ان اللي احنا فيه في مصر انت بتنتقد وعندك رفاهيه الكلام، بس احنا ده العالم في حرب، ده احنا ناس بتقول هي دي بدايه الحرب العالميه الثالثه ولا لا؟ فدي وزاره حرب، يعني لازم تكون فاهمين العبء اللي موجود على الدوله واللي موجود على الحكومه في التعامل في هو عبء ثقيل الى ابعد الحدود، محدش يقدر ينكر على الاطلاق. انا بشكرك مره ثانيه دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه. هنا خليني هقول لك في السريع قبل ما نطلع الفاصل، انا اعرف الدكتور رضا حجازي كويس من اكتر من 17 18 سنه، من قبل حتى ما بقى مذيع، يعني ربنا سبحانه وتعالى اراد الناس تبقى عارفاه ولو نوعيه. يا سيدي ده راجل، انا بقول لك اهو بقى دي شهاده حق امام ربنا، 18 سنه ده راجل بتاع شغل حاجه، الحاجة التانية فاهم كويس قوي بيعمل ايه، هو من قلب الوزارة ففاهم مداخلها ومخارجها. الحكومة يا جماعة دايما عندنا محتاجة حد
فهمت في بعض الوزارات بالتحديد عايزه حد فاهمها كويس قوي، عارف كل خرم ابره فيها. في حاله وزاره التربيه والتعليم دي احنا في عندنا رجل قام بمهمه، رجل وضع اسس اكتر من رائعه، الان هناك رجل يستكمل هذه المسيره علشان خاطر تنفذ بشكل محكم. ده هنا في الحاله بتاع الدكتور رضا حجازي يعني. طيب اجي على الزميل العزيز المهندس احمد سمير معالي وزير الصناعه، ده راجل جاي بخلفيه صناعيه زائد 7 سنين هو جزء معترك، جزء من معترك اللجنه الاقتصاديه، عضوا برلمانيا، وكيلا للجنه، رئيسا ليها الى اخره، فعنده احتكاك 7 سنين بالوضع الاقتصادي المصري في عمق، وبالتالي اكيد يحمل تصور ما ورؤيه ما بتاعه المزيج ما بين الصناعه، هنا بتوجيهات الرئيس، توطين الصناعه. وبالمناسبه سمير من الناس اللي بتشتغل طول عمرها على مسألة توطين الصناعة، يعني صنع في بلدنا بجد، صنع في جمهورية مصر العربية بجد. كويس، سيبنا من المنتج، لكن وده منتج مهم بالمناسبة، لكن مش دي القصة، لكن دي تركيبته، احنا هنصنع هنا ما نستوردش. كويس، طيب وهو أصبح جزء من المعترك الاقتصادي المصري، فنتمنى له بإذن الله. يعني أنا بقول لك دول الناس اللي أنا أعول عليهم جدا، واللي بشوف إنه أدائهم المتميز يا رب في المستقبل القريب يبقى انعكاساته شديدة الوضوح، لأنها تفرق كتير مع الناس. سيادة اللواء هشام أمنة معالي وزير التنمية المحلية، زي ما قلت لكم الرجل صاحب سمعة طيبة جدا في محافظته، الناس كلها تحبه وتحترمه وتقدره، حاجة 10/10 ما شاء الله يعني، فإحنا ننتظر منه الكتير، وأولها حركة المحافظين يا فندم. الحاجة التانية إحنا بنتكلم على سيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار. طيب وانا هنا بتكلم بقى على صناعه وصناعه، يعني وزاره الصناعه ووزاره السياحه والاثار. الوزارتين دول يجيبوا لنا فلوس قد كده اهو، وزاره السياحه بالذات بالذات اسرع وزاره تجيب لنا فلوس، عامله زي هيئه قناه السويس كده. يعني زي ما سياده الفريق اسامه ربيع كده، كل شهر يفاجئنا بارتفاع العائدات والايرادات والارقام في كلها، يعني الايراد وصافي الحمولات واعداد السفن طول الوقت، ربنا يديله الصحه وكل الناس اللي معاه طول الوقت مفرحينا. حلو، وزاره السياحه والاثار اتقام فيها بشغل رائع رائع، محدش يقدر ينكر. اللي جاي بقى الفلوس، يعني الوزير السابق عمل اللي عليه، الوزير القادم هيفعل ده ويترجمه الى دولار ويورو وين واللازي منه. البيئة مواتية، الوضع مواتي، من قلب الأزمات تولد الفرص. ده احنا نقدر نشد ناس من أوروبا، يعني ايه ما اقولكش، كل السياحة اللي كانت بتتجه للشرق الأوروبي في جزء من هذه الكعكة الجميلة المتخمة الدسمة ينفع يجيلنا هنا. فرق سعر الصرف ده بالمناسبة يخلي السياحة عندنا ايه كده. فيمكن دي مش همسة ولا نصيحة، اعلم جيدا ان انا معالي الوزير الحالي او الجديد السيد احمد عيسى فاهم ده كويس جدا. انا راجل احب قوي الادارة الوزارات اللي هتدخل لي فلوس بالذات الفترة دي. انا راجل شايف انه مصر، انا هنا كمواطن كمذيع سميها زي ما تسميها، مصر عندها مقومات حدث ولا حرج. يلا بينا سيريا نورماندي، فاصل ونكمل الكلام. اهلا 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 بيكم. طيب عندنا ايه؟ في 3 وزارات مهمين جدا، الصناعة والتجارة، أدي وزارة، قطاع الأعمال دي وزارة، طبعا أنا بضم ليهم السياحة باعتبارها صناعة السياحة، يعني أنا أضم لده. دول ملفات بانتظار التحرك الجديد والرؤية الجديدة لهذه الوزارات، وأداء الوزراء الجدد بإذن الله اللي بنتمنى لهم كل التوفيق. خد بالك، توفيق يجانب هؤلاء الوزارات وهذه الملفات ينعكس علينا أنا وإنت الحوافريت، نتبهبش. آه
ينعكس على كل مواطن، ينعكس على اقتصاد الدولة بشكل عام، وده مهم جدا، ينعكس على مؤشرات الأداء الاقتصادي بتاع الدولة، ينعكس على احتياطاتك من العملة الصعبة، ينعكس على الخزانة العامة بتاعتك. يا رب تتملي وتتخم وتفيض وتبقى الخزانة كده. زمان وانا صغير جدا طبعا كنت قد كده، كنت متخيل ان الخزانة، خزانة الدولة دي يعني خزنة بجد، يعني لما نكسب الدولة تكسب فلوس فبتحطها جوه الخزنة. فكنت اقعد اسال بقى يا ترى هي قد ايه الخزانة بتاعت الدولة. طبعا بالوقت لما كبرت شوية فهمت ان هو مصطلح مالي واقتصادي. يعني اللي انا عايز اقوله لك انه التغييرات اللي حاصلة هي حاصلة علشان خاطر حضرتك بالأساس. خد بالك إنه الدولة من ساعة ما حصلت الأزمة بتاعت كورونا مرورا بالأزمة بتاعت الحرب الروسية الأوكرانية طول الوقت كانت بتشتغل على حاجة مهمة جدا جدا جدا، ركز معايا، بتمد في مظلة الحماية الاجتماعية بتاعتها. يعني مش مثلا قالت لك إيه خلاص يعني ما هو قائم فهو مستمر لأنه في أزمة اقتصادية في العالم و و و و و إطلاق. كان الرئيس كل مرة يتحدث فيها في أي حتى افتتاح لمشروع من المشروعات الكبرى إلخ 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 في تواجده في كلماته إلى آخره يتكلم على مد مظلة الحماية الاجتماعية. ليه؟ لأنه الأزمات الاقتصادية اللي بتعصف بالعالم بتستوجب على القيادات الوطنية دائما لأي بلد في الدنيا أنه ياخد باله من الفئات الأقل حظا، الطبقات الاقتصادية اللي هي بتتقرس قوي من موضوع زيادات وغلاء الأسعار. أكتر طبقات بتتقرس هي الطبقات الفقيرة والمتوسطة، أكتر طبقات. الأغنياء يبقى لهم أو بيحصل عليهم تأثير، لكن اللي بيتقرس يعني الغني ده إيه؟ حجم عائداته بتقل، واخد بالك؟ يعني المليار اللي كانوا داخلين السنة دي طبعا مفيش حد يكسب مليار في السنة يعني، بس يعني مثلا المليون اللي داخلين السنة دي هيبقوا 850 أو هيبقوا 800. الغلبان لا، هو مش الفلوس بتقل، هو الحاجة اللي هيشتريها هتقل عشان السعر. فيحصل ايه؟ مد المظلة. يعني ايه مد المظلة؟ فتلاقي دايما في مبادرات، في بنفتح فروع اكتر للمنافذ المختلفة المملوكة للدولة، سواء كانت مملوكة للقوات المسلحة، مملوكة للداخلية، مملوكة لوزارة التموين والشركة القابضة الى اخره، عشان اقدر اوفر لك السلعة بسعر قدر الامكان على قد مقدرتك، فاقدر اقف قدام اي شكل من اشكال الجشع. طب ما انا عندي حد هيقول لي والله ده في مثلا جهاز حمايه المستهلك، اقول لك اه جهاز حمايه المستهلك موجود وجهاز حمايه المستهلك بيحاول يشتغل، لكن انت متصور ان جهاز حمايه المستهلك هيمشي ناس على كل محل وكل فرشه في الشارع؟ ده استحاله. الحاجات دي بتمشي مع بعض بالتوازي وبالتكامل. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون رؤيه اقتصاديه للتغيير الوزاري اللي حصل، ويمكن الاكثر هو وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الصناعة، وأنا هستأذن ضيفي العزيز إن احنا نضم ليهم وزارة السياحة والآثار وتحديدا قطاع السياحة. دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي في المركز أو بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا 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 يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم وسلام بخير. إزي حضرتك يا فندم؟ إزاي الحال؟ كله تمام؟ تمام يا فندم والله تمام الحمد لله. رؤيتكم وتحليلكم للوزارات الاقتصادية في هذا التغيير الوزاري، نخص بالذكر الصناعة وقطاع الأعمال العام، ويمكن أنا كنت بسأل مش وارد أو واجب إن احنا نضم ليها قطاع السياحة في وزارة السياحة والأثار؟ صحيح يا فندم، هما التلات وزارات يعني زي ما حضرتك عارف دول جزء من يعني المجموعة الاقتصادية. ولو احنا بس استثنينا وزاره السياحه واجلناها دلوقتي، هقول لحضرتك ان القطاعين بتوع قطاع الاعمال والقطاع الصناعه الاثنين يعني القطاعين متداخلين جدا بشكل كبير. هي وزاره الصناعه وظيفتها زي ما حضرتك عارف ان هي تنظم الصناعه والتجاره في الاقتصاد المصري كله، وزاره قطاع الاعمال هي وزارة مسؤولة عن إدارة ملكيات الدولة أو شركاتها، واللي جزء كبير منها جدا بيقع في قطاع الصناعة. عشان كده القطاعين مشتركين مع بعض ومتداخلين مع بعض بشكل كبير جدا. حضرتك لو يعني رجعنا بالسياق كده حوالي مثلا شهر لورا، هتلاقي ان الدوله كان عندها خطتين يعني متداخلين مع بعض برضو يطروا نفس القطاعين. الخطه الاولى هي خطه تمكين القطاع الخاص وادماجه بشكل كبير جدا في الاقتصاد المصري،
واتاحت فرصه كبيره للنمو، وفي نفس الوقت وثيقه ملكيه الدوله اللي جزء كبير منها منصب على وزاره قطاع الاعمال، وبالتالي الوزارتين الساده الوزراء اللي قبل كده ادوا مهمتهم في ظرف كان المطلوب من الوزارتين اداء يعني مهام مختلفه، زي مثلا اداء وزاره قطاع الاعمال اللي كان مطلوب منها ان هي تمكن للقطاع العام من جديد تستعيده بعد ما كان يعني كان عليه ضغوط كبيره وكان تراجع اداؤه بشكل كبير جدا. المطلوب دلوقتي بقى انه احنا ندمج قطاع الاعمال العام مع القطاع الخاص، عشان كده في رؤيه جديده للوزاره، في وزير جديد يقدر ينفذ الاهداف الجديده. نفس الموضوع في قطاع الصناعه، المطلوب دلوقتي بعد ان احنا يعني ما كان عندنا اهداف سابقه قبل كده تتماشى مع الدور اللي كانت بتقوم به الدوله المصريه او الضغوط اللي كانت بتواجهها الدوله المصريه، دلوقتي بقى عندنا اهداف جديده بقى تتمثل في توطين الصناعه، توطين الصناعات الجديده، ادماج القطاع مع يعني توفير بنيه تشريعيه وبنيه اداريه جديده للقطاع عشان ينمو، خاصه مع الصراع اللي هيبدا يحدث في الايام الجايه وكان موجود قبل كده في سنه 2018 2019، هيبدا يحصل عندنا صراع جديد مع بين الولايات المتحده الامريكيه والصين او بين الصين والهند في قطاعات كثيره مطلوب بقى استغلال هذين القطاعين بشكل اكبر. لو خدنا بقى الصوره بشكل اوسع هتلاقي حضرتك ان القطاعات الثلاث وزارات بقى سواء قطاع وزاره الصناعه او وزاره قطاع الاعمال او وزاره السياحه زي ما حضرتك اشرت، الثلاثه بقوا هيبقوا وزارات مدره للتدفقات النقديه، وده يعني الثلاث وزارات بيشكلوا مع بقيه وزارات المجموعه الاقتصاديه يعني راس رمح كده علشان نبدا نخفف الضغوط اللي على الاقتصاد المصري ونخفف الضغوط اللي على العمله الصعبه المصريه، سواء بقى عن طريق جذب استثمارات جديده في وزارات قطاع الاعمال او جذب استثمارات جديده في القطاع الصناعي عموما، بالذات يعني مع النسق المتصاعد من جذب الاستثمارات الصناعيه زي ما حضرتك شفت، يعني كان عندنا شركات صينيه دخلت الفتره اللي فاتت، كان عندنا كمان شركات المانيه دخلت عندنا وما زال عندنا يعني الموضوع مستمر، وبالتالي التغيير جاي في هذين الاطارين. الاطار الاول هو دمج القطاع الخاص وتمكينه من القطاع الصناعي وتمكينه من ان هو يشارك الدوله في المكاسب اللي حققتها قبل كده، وطبعا والقطاع السياحه طبعا واحد من اهم القطاعات دلوقتي المفروض بقى يتوفر له تمويل بشكل كبير جدا، عشان كده السيد الوزير يعني جاي من القطاع المصرفي علشان يرجع القطاع السياحه ينمو بشكل كبير، لان الضغوط اللي على القطاع السياحه دلوقتي هي ضغوط تمويليه بشكل اكبر يعني. طيب هنا نقدر نسأل مثلا دكتور محمد شادي كرجل باحث اقتصادي في المركز المصري، عندما تقدمون توصية، يعني حضرتك طبعا عارف وسيد اللي عارفين المراكز أو مراكز البحث ومراكز التفكير في الدنيا تقدم دائما النصح للوزارات أو للهيئات إلخ أو الجوانب المختلفة، إيه النصح اللي يقدمه دكتور محمد شادي لوزارتين زائد قطاع أعمال عام، أسف، وزارة قطاع أعمال عام، وزارة صناعة زائد قطاع السياحة في وزارة السياحة والأثار، تتقدم لهم بنصيحة أو بكبسولة من النصح الاقتصادي؟ هو فندم النصيحة العامة هو مزيد من التمكين القطاع الخاص، ده النصيحة الأهم، مزيد من التمكين القطاع الخاص، إتاحة فرص أكبر للتعاون بين الدولة وبين القطاع الخاص، والحاجة الأهم إزالة العراقيل أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وتيسير كل السبل ليه، وبالذات في وزارة الصناعة والتجارة اللي عليها عبء كبير جدا 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 الفترة اللي جاية، خاصة مع أحلامنا. حضرتك عارف إن إحنا الرئيس عندنا حاطط مستهدفات بتصدير 25 مليار، قصدي برفع الصادرات إلى 100 مليار دولار. صحيح. ال 100 مليار دولار مش هيجوا إلا من قطاع الصناعة، يعني القطاع الزراعي عندنا بقى واصل للحد الأقصى ليه؟ لو شفنا عليه نمو مش هيبقى النمو اللي وصلنا لل 100 مليار دولار، ال 100 مليار دولار او يعني بقى 60 مليار اللي احنا عاوزين نكملهم على ال 40 مليار اللي موجودين دلوقتي هيجوا من قطاع الصناعه، سواء بقى صناعات صغيره او متوسطه او سواء صناعات تكنولوجيه او سواء الصناعات التقليديه اللي هي بتشغل عدد كبير جدا من العمال، وبالتالي زي ما قلت لحضرتك الثلاث وزارات عليهم هيبقى كبير جدا الفتره اللي جايه، لازم نمكن القطاع الخاص بشكل كبير جدا نتعاون معاه بالقدر الممكن، بالاضافه بقى ان احنا يعني الثلاث قطاعات يعتمدوا على القطاع المصرفي اللي عنده سيوله كبيره جدا، لسه كان البنك المركزي قايل ان احنا السيوله عندنا وصلت 6 تريليون جنيه، هذه السيوله يجب ان توظف في الثلاث قطاعات، القطاع الاعمال وزاره قطاع الاعمال العام المفروض تستغل التمويل المتاح بشكل كبير جدا انها تطور مصانعها وشركاتها. يا دكتور محمد،
طيب واضح ان الشبكه مش قد كده فالخط قطع، لكن هنعاود الاتصال بالتاكيد. على كل، خلونا نشكر دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. انا يمكن في دماغي سؤال بصراحه كنت مستني ان احنا نساله الدكتور محمد، ويمكن يعني اذا سمح الوقت ودكتور محمد رجع لنا تاني. هل احنا، يمكن انا دي نصيحتي بصراحه، الصين علشان تعمل عملية إعادة هيكلة اقتصادية عندها بدأت منظومة سنة 78-79، حلو؟ طيب منظومة جديدة في إعادة الهيكلة والتفكير الاقتصادي الصيني حتى بقيادة الحزب الشيوعي الصيني كما هو، يعني الحزب الشيوعي اللي بيحكم من أيام ماو تسي تونغ حتى هذه اللحظة هو الحزب الشيوعي الصيني، ماشي؟ طيب عملوا تطوير لطريقة تعامل الحزب مع الملف الاقتصادي، فخلقوا شيء جديد أو مدرسة جديدة اسمها السوق الاجتماعي، حلو؟ ولا هي سوق حر، ولا هي رأس مالية مطلقة، ولا هي اقتصاد شيوعي زي ما هو مكتوب في النظريات، ولا هي اشتراكية علمية زي كارل ماركس وفريدريك إنجلز. تطور، وده جيد بالمناسبة. طيب تطور ده قام على إيه يا عم يوسف؟ تطور قام على دعم الصناعات والمشروعات متناهية الصغر. الدولة تقوم المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة، فتتحول النوع ده من المشروعات والصناعات ما بين قوسين ثقيلين وعشر تلاف خط، مشروعات وصناعات، لإيه؟ إلى أنها تبقى الروافد المغذية بتاعة الصناعات الأكبر. طب الصناعات الأكبر حصل إيه من الصين؟ خلقت شراكات استراتيجية عملاقة ما بين قطاع خاص وما بين الدولة. تاني، المشروعات الاقتصادية العملاقة، شراكات ما بين القطاع الخاص والدولة، وفي صناعات لا يقترب منها القطاع الخاص على الإطلاق زي الصناعات العسكرية في الصين، لا يقترب، تمام؟ طيب وبالذات الصناعات العسكرية الثقيلة، يعني صناعة الدبابات مثلا، الصواريخ، الطيارات، دي ما فيش حد بيقرب منها. أنا أمل حياتي، أمل حياتي الدولة ماشية فعلا في مسألة إنه إحنا بنشتغل على صناعات متناهية الصغر أو مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة. أنا أمل حياتي بقى إن إحنا نخش في مرحلة الشراكات الكبرى، يعني صناعات ضخمة ضخمة. أحلم؟ أحلم يا عم يوسف. تخيل كده يبقى في يوم من الأوقات عندي، أتمناه قريبا يعني، وإن كان ده بيحتاج مش بس بنية أساسية، ده بيحتاج بنية أكاديمية وبحثية ضخمة جدا، يبقى عندي مثلا إيه مصنع طيارات كده زي إيرباص. طبعا إيرباص أكيد مش هتعمل إعلانات في التلفزيونات يعني، ما بتعملش هي الكلام ده. فيبقى شراكة ما بين الدولة وما بين تحالف استثماري ضخم مثلا. تعالى مثلا نقول والله هنعمل مصنع مش عارف كذا بيعمل مثلا عصيارة مصرية 100%. هو ده احنا ماشيين فيه بالمناسبة، يعني احنا ماشيين في الخط بتاع السيارة المصرية الكهربائية، ماشيين احنا في الخط ده، حلو؟ طيب يا سلام سلم لما يبقى في وقت من الأوقات أنا عندي العربية، العربية بتاعتي دي مصرية، أي حقوق الملكية الفكرية بتاعة مكوناتها بتاعتي أنا، وأنا مثلا لو أنا بعمل العربية الكهرباء يبقى أنا اللي بطور البطارية. خلي بالك أن التكنولوجي بتاع عربيات الكهرباء ده ما هوش على الإطلاق الموتور، يعني ده موتور كهرباء، ده يعني ابنك يقدر يعمل لك موتور كهرباء في البيت. هي المسألة كلها في البطارية، وزنها وساعتها التخزينية. فتخيل أن احنا نبدأ شراكة ما بين الدولة وما بين اتحاد استثماري، ان احنا نعمل مصنع بطاريات كهربائيه كبير جدا في مصر، وتبقى بطاريات اعتماديه تغذي صناعه السيارات الكهربائيه، واحده واحده نقدر نتمكن من ان احنا نبقى اصحاب وملاك التكنولوجيا، فنقعد نطورها لحد ما يبقى في عندك تكنولوجيا مصري متعلقه بالبطاريات، فانت كده بقيت 100 فل و14، يبقى انت كده عملت القفزه اللي بيقول عليها الرئيس. خد بالك الرئيس دائما يقول لك انا بحلم،
رئيس بيحلم ويسعى وراء الحلم حتى يتحول لواقع زي حياة كريمة على سبيل المثال. تعالوا احنا كمان نشارك الرئيس في أحلامه أو نساعده في أحلامه، إن صح الكلام نحلم احنا كمان ونفكر، نحلم جوه البرامج وفي الجرايد، ونحلم في الأروقة وفي الغرف المغلقة بتاعة الباحثين في معاملهم ومراكزهم البحثية، نحلم جوه المكاتب والشركات بتاعة المستثمرين الكبار، نحلم لدى الوزارات اللي تقدر تشتغل على هذا الموضوع زي وزارة الصناعة وقطاع الأعمال العام، نحلم بأن احنا نعمل مشروعات بهذا الشكل. في هذه الحال احنا مش هنعدي، لا احنا هنعدي كل حاجة، يعني هنعدي البراميل اقتصاديا، ده بجد مش هزار. عاوز تعدي البراميل اقتصاديا، يلا بينا نعمل مصنع عربيات في مصر ونشوف هيتعمل ازاي وندرسه، هياخد وقته طبعا. مصنع بطاريات كهرباء مش مصنع العربيات بس، ياه تبقى حدوتة. واحنا بنتكلم على قطاع السياحة، ده زي ما كنت بقول لكم من شوية كده، ده قطاع نقدر ندخل بيه فلوس كتير وبسرعة. طيب محتاجين في ايه؟ اكيد احنا محتاجين من الدكتور محتاجين من السيد احمد عيسى ان هو يشتغل معانا على كده، اللي هي ايه بقى؟ هل يا ترى انا محتاج اشتغل مع غرف تنشيط السياحه؟ هل انا محتاج ان انا اغير في استراتيجيات الجذب بتاعتي بتاعت المكاتب اللي موجوده بره، الحزم اللي انا بقدمها؟ هل انا بتاع سياحه الباك باك، ولا انا بتاع السياحه بتاعت الاغنياء، ولا هل انا المزيج؟ تصوري المتواضع على قد حالي خالص مواطن، احنا ننفع الاثنين ولازم الاثنين مع بعض. سياحة باك باك حاجة في البسيط الخفيف السريع البني، والسياحة بتاعة الاغنياء والاثرياء زي السياحات العلاجية والسياحات اللي مش عارف اليخوت يا انت عندك اللي مش عند حد في المنطقة على الاطلاق. في المنطقة هنا حتى حوض البحر المتوسط بالكامل محدش عنده اللي عندك. يلا بينا. بمناسبة حوض البحر المتوسط، المئات من المصريين بيتوافدوا على الشاطئ المجاني في مدينة العالمين الجديدة. دي صورة عندي بالدنيا، بكلمك بجد، صورة الناس نازلة الشاطئ المجاني بتاع العالمين الجديدة عندي بالدنيا، والله العظيم ما بهزر، والله 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 صورة بالدنيا. صورة بالدنيا ليه يا يوسف؟ صورة بالدنيا علشان خطر هي دي مصر التي لا تفرق ما بين أغنياء وأثرياء عندما يتطرق الأمر لغطس في المية. هو الغلابة في بلدنا يعني ما كان لهمش حق يغطسوا في المية، ياخدوا لهم غطسين في بلاج حلو وجميل ورملة بيضة ومية زرقة فيروزي ما حصلتش، وفي أحلى وأدخن وأجمل حتة فيك يا ساحل العالمين الجديد. رئيس الجمهورية فتحه للناس، افتكر العالمين دي وهي لسه بتتخطط. رئيس قال ايه على الكورنيش؟ قال هو المصريين ما لهمش حق يتمشوا على البحر، طب انا هعمل لهم اطول كورنيش موجود على البحر المتوسط. وعمل. دي مش حاجة ببلاش كده، دي كانت حاجة بفلوس كتير، بس المواطن ما بيدفعش فيها حاجة. ليه؟ علشان الرئيس شايف ان ده حق المواطن، حقه يشمله شوية هوا حلوين ونضاف، حقه يتمشى من غير ما كل شوية حد يدفعه فلوس، حقه ياخد غطسين بلوشي. ما هو ده انا وانت واهالينا يعني. اوعى تفتكر انه لما ربنا سبحانه وتعالى كرمك بشوية تعليم زيادة حبتين فأهلوك بأمر ربنا برضو سبحانه وتعالى إنك تكسب لك قرشين كويسين حبتين، فأنت بقيت فوق الناس ولا فوق البشر وتتعامل معهم بالاستعلاء وبالتعالي. ولو إيه ده يا راجل؟ مش قلت لكم قبل كده واحد يقول لك إيه؟ أصل أنا سبت القرية اللي كنت فيها اتملت مصريين. يا واد يا بلجيكي، إيه السويسري اللي عايش معانا ده؟ ثم بالمناسبة، هو أنت فاكر إن البلجيكي والسويسري والفنلندي والنرويجي دول أحسن منك ليه؟ مين اللي إذا كانوا هم شايفينك بالمناسبة يعني الإسكندنافيين دول اللي هم أسعد شعوب العالم يعني هم شايفينك أحسن منهم؟ ده هو بيقول لك أنت اللي علمت العالم، وأنت اللي أنرت الدنيا، وأنت اللي صنعت الحضارة، وأنت الناس دي بصالك بصة كبيرة أوي 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 أوي.
استعمار وإمبريالية وطبقات برجوازية نفعية اشتغلت لك في دماغك على إنه لأ. علي بن الجنايني وإنجي بنت البرنس لأ. وبالمناسبة الحالة دي استمرت بعد كده في عصر الانفتاح، ناس تحب وناس ما تحبش وناس تتفق وناس تختلف، لكن لأ، هو الناس كلها زي بعض ومفيش أزمة. المعيار إيه؟ أنا دايما أقولك المعيار إيه؟ مبادئ وأخلاق وقيم عليا بس خلاص. المعيار ما هوش فلوس، اللي يتعايق بفلوسه ناقص، اللي يتعايق بمظاهر خارجية خيبانة ناقص، عنده عقد نقص، معقد، مكلكع، حالته كرب، مهترق من جوه، متغربل كده، حتة صوف واكلها العتة، دي حالته النفسية. اللي فاكر ان فلوسه تعمل له قيمة، اللي يعمل لك قيمة معاييرك الأخلاقية وقيمك العليا. أنا هيجي يقول لي طب والدين، يقول لك دي بتاعت بني آدم لربه، أنا ما اتدخلش فيها، معلش الله يعذرني عدم المؤاخذة. الناس اللي نفسها تسمع الجملة دي ما أقدرش أقول لك أنا كده خالص، ولا حد يقولها لك. المعيار أنت بتتعامل بضمير وبأخلاق وبمثل وبقيم وبمبادئ ولا لأ؟ عارف أجدع واحد مين؟ اللي يخلص الدعاء كده ربنا يقول له يا رب اديني على قد نياتي. هي دي. دي دعوة جون. لو قلتها بقلب أنا أتيلك يا عم. أحلى صورة. طبعا في واحد يقول لك الواد ده شيوع، هو اللي يحب الغلابة لازم طول الوقت هنقعد بقى نحكي حواليه قصص وحواديت. يا راجل ده اللي يحب الغلابة ربنا يحبه، اللي يجبر بخاطر خلق الله ربنا بيجبر بخاطره. صورة بتقول رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بيجبر بخاطر الناس، صورة قدام الأبراج. عارف انت الإعلام بتاع زمان حاجة ببلاش كده، هي كده بالظبط. الناس نازلة المية ببلاش كده، بتمشوا على الكورنيش ببلاش كده. طيب تعالوا نروح على المانجا، مانجا إسماعيلية أحلى مانجا. يا سلام، الله يرحمه يا رب قريبي العزيز وزوج بنت خالتي العزيزة جدا مهندس أسامة نور الدين، كان يحب المانجا حب رهيب جدا، فكان عنده زي شاليه ظريف لطيف جميل كده فأبو سلطان في فايت إسماعيلية، فخدنا جولة في أقدم مزرعة مانجا فيك يا إسماعيلية. هو كان يحب الناس والناس تحبه جدا، الله يرحمك يا أبي أسامة والله العظيم. وعرفنا بقى على صاحب المزرعة، قعد يفرجنا وقص الشجرة دي عمرها كذا وبتاع وحاجات كده. وبعدين اكتشف من صاحب المزرعة ان مصر بتزرع فصايل مانجا من اجود الفصايل على مستوى العالم وسمعتنا زي الطبل. إسماعيلية المدينة الاشهر في زراعة المانجا. بالمناسبة إسماعيلية دي بلد حلوة قوي قوي، ما عشتش فيها على قد ما قعدت أزورها كل سنة لمدة لا تقل عن شهر في بيت بقى خالي، معيش الحديث أنا أسري حد، خالي المهندس عبد الوهاب ربنا يا رب يديله الصحة، ربنا يديك الصحة يا خاله، وحشني، واشرب مية كتير يا خاله، هقول لكم ليه بعدين. فكان خالي بيدير مصنع مشهور جدا، يعني كان المصنع ده وقتها في إسماعيلية مصنع حاجات ساقعة يعني مشروبات كده، فكنا لازم نروح إسماعيلية ونقعد نتفرج عليها وعلى شوارعها وعلى بيوتها وعلى خضرها وعلى جمالها. المانجا بتتزرع في إسماعيلية على أكتر من 88 ألف فدان، اللهم صل على النبي. الفاكهة الألذ الأطعم الأكثر حبا في قلوب المصريين، اللي عاوز يكرم صاحبه ولا قريبه بيقدم له عصير مانجا لما يجي له البيت. عندنا حاجة اسمها مهرجان المانجا في المحافظة، في محافظة إسماعيلية. طيب مهرجان مانجا يبقى لازم نروح، فياخد برنامج التاسعة نفسه بكاميراته وزملائه وأصدقائه ويعدوا على الإسماعيلية ويغطوا مهرجان المانجا. آسف ما قلت مهرجان، يغطوا مزارع، يتفرجوا ويفرجونا على مزارع المانجا
اتفرج وخليك فخور بهذا المحصول الرائع اللي بتخرجه الإسماعيلية، المحصول اللي ليه سمعة زي الطبل في العالم. بالمناسبة زي ما احنا المحصول بتاع العنب المصري بتاعنا حاجة عظمة، زي ما محصول الموالح بتاعنا احنا أحسن ناس تصدر برتقال في أوروبا، سبقنا الأسبان. اتفرج على التقرير وارجع قولي رأيك. الحقيقه معالي الوزير محافظ اسماعيليه السيد اللواء ارقم حرب الشريف فهم بشاره كان صاحب فكره مبدعه ان هو يعمل مهرجان مانجو في اسماعيليه. مهرجان مانجو ده يوم ان شاء الله 19 و20 اغسطس، مشترك فيه جميع منتجي المانجا الكبار على مستوى مدينه اسماعيليه عشان دون يزود تسويق المانجا في اسماعيليه، لان فعلا المانجو في اسماعيليه مميزه، بيكون حجمه اكبر وشكله احسن ولكن طعمه بيكون مختلف تماما، او طعم مانجا عويس اسماعيليه بيكون مختلف تماما عن المانجو الثاني، وهكذا جميع الاصناف البلديه اللي احنا بنتميز بيها سواء الزبده او السكري او الحاجات دي. اسماعيليه طبعا ارض زي ما كلنا عارفين، ارض خصبه رمليه. المانجا عندنا 88,000 فدان بمحافظه اسماعيليه للمانجا، تجود من اجود انواع المانجا في الجمهوريه ويمكن مش عاوز اقول في العالم. عندنا اجود انواع وانواع كثيره جدا تغزو العالم بالخارج، عندنا انواع كثيره جدا، عندنا لا تعد ولا تحصى، ويمكن العالم كله بيعرف المانجا باسم اسماعيليه من الجوده والطعم. كمان عندنا جهاز فني من اجود انواع المهندسين عندنا في محافظه اسماعيليه في الرعايه، عندنا مزارع شاطر جدا بيتبع التعليمات ومجتهد جدا. بنشوف في اسماعيليه انواع جميله جدا مش موجوده في العالم بالخارج. بتجيلنا تعليمات طبعا من وزاره الزراعه، تجيلنا عن طريق مديريه الزراعه بإدارتها وتتوزع على الجامعات الزراعيه. عندنا دور ارشاد عظيم جدا، عندنا اداره البساتين، اداره المكافحه، بينزلوا الجهاز الفني لتوعيه الساده المزارعين. بسم الله ما شاء الله بنشوف النتيجه النهارده على ارض الواقع، انتاج مثمر عظيم جدا يغزو المحافظه ويغزو الجمهوريه والعالم بره هذا العام ان شاء الله. المناخ في محافظه اسماعيليه ملائم ومناسب لشاره المانجا، فشاره المانجا بتنمو وبتنتج انتاج يعني انتاج عالي في اسماعيليه، لان التربه والمناخ والميه النظيفه بتاعه الري بتاعه ميه النيل ده كله بيساعد على نمو المانجا، فمعتمدين اعتماد كلي على المانجا بالنسبه لمحافظه اسماعيليه. معلش يا جماعه اسفين. طيب حضراتكم عارفين انه الحكومه خدت قرارات من شانها انها تبدا على مساله ترشيد حكومي للطاقه. طيب ايه هي مكتسبات هذا الترشيد؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هو ترشيد الطاقه ده والطرق بتاعته بتتم ازاي؟ سؤال ثالث، حصلت في دول تانية قبل كده أو بتحصل في دول تانية دلوقتي إلى آخره، والتجارب دي شكلها إيه؟ خلونا نرحب بضيفنا العزيز داخل الاستوديو، دكتور مهندس محمد هلال، رئيس جمعية مهندسي ترشيد الكهرباء والخبير الدولي في كفاءة استخدام الطاقة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. منورنا. الله يخليك. مسألة ترشيد الطاقة، أول سؤال كده هفكر فيه، مسألة ترشيد الطاقة دي هل هو استحداث؟ هل هو شيء مستجد؟ هل هو اختراع مصري؟ لا يا فندم، الترشيد جاية من رشد، وهي يعني مجموعة إجراءات إدارية من شأنها الحفاظ على الطاقة. دايما يعني الدعم اللي كان بيتم للطاقة خلال الحقبات السابقة دي أدت إلى انعدام كفاءة استخدام الطاقة. يعني دايما لما نولد طاقة، الطاقة دي هي العصب بتاع التنمية أي دولة، والتقدم والتطور وكل حاجة. وابتدينا نسمع في الصناعة عن حاجة اسمها مثلا البصمة الكربونية. المج ده ماجي أنتجه بستخدم كام وحدة طاقة، بتؤدي إلى انبعاثات قد إيه، وهل أنا رشيد في استخدامي للطاقة ديت ولا قاعد سداح مداح كده قاعد أحرق
أبو بلاش كتر منه، وعندنا ربنا كرمنا بـ 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 بالغاز نحرقه. يعني دايما الرشد في الاستخدام أو في الاستعمال مهم جدا. حضرتك تقدر النهاردة تجيب عربية شوفوليه ولا كاديلاك اللي كنا بنجيبها من 30-40 سنة؟ لا طبعا. ليه؟ لأنه دي بتستهلك بنزين بشكل مخيف. مع أن أيام ساعة ما ابتدت العربيات دي ما كانتش النظرة دي موجودة. النهاردة التدقيق المستمر في استخدامي للطاقة، لأنها مش ملكي. يعني احنا مش ربنا كرمنا بحقول زهر نقوم حرقينها كلها، دي ملك أجيال، دي ملك حق مكتسب للأجيال اللي جاية كمان، ولازم يعني نحسن استخدام المتاح منها في وقتنا دوت بدون ما نجور على حقوق ولادنا وأحفادنا وولادهم وأحفادهم. نتيجة الدعم الفظيع الغير عقلاني واللي بيتم لحد دلوقتي على فكرة بس بصور أخرى، ففي إساءة كبيرة لاستخدامات الطاقة. وأنا جاي النهاردة يعني استوقفني منظر كده، أنا باجي من مدينة السادات. يعني أنا مقيم في مدينة السادات من بعد الثورة، علشان يعني مصانعي وعلشان مزارعي وعشان شغلي كله هناك. لقيت في المهندسين منظر غريب جدا، وجايز حضرتك بتشوفه وغيرنا بيشوفه لكن محدش حسبه. لقيت محلات في المهندسين حاطة البطيخة، اللمبات البطيخة الكرة الكبيرة دي أيوة قدام المحل، 7-8 لمبات. حد حسب حسبة بسيطة كده اللمبات دي بتستهلك كهرباء قد إيه؟ دي لمبات بنسميها حرارية، بتستخدم الحرارة في إنتاج الضوء. بتلاقي إن اللمبة الواحدة من دول بتتراوح من 500-1000 وات. لو اشتغلت يعني 7-8 ساعات، يعني كده في 7-8 لمبات بنقدر نقول إن دي استهلاكها لا يقل عن، طبقا للتعريفة اللي نعرفها دلوقتي بعد 1000 كيلو وات ساعة، هتستهلك لها في حدود 45-50 جنيه كهرباء في اليوم. في اليوم بيجي صاحب المحل يقول وأنا مالي، أنا اللي بدفع. لا هو ده يقينا حضرتك، ده بيدفع ولا دفع ولا اصلا موصل على العداد. الله، ده العداد موصل حاجه تانية، وده دي بنسميها وصلات غير قانونيه المفروض. يعني انا عاوز اقول ان الاختراقات هنا، حضرتك اللي بتدفع ثمنها، وابنك اللي بيدفع ثمنها، وانا اللي بدفع ثمنها، وكل المواطنين اللي بيدفعوا ثمنها. عشان كده محتاجين الإعلام هنا ليه دور كبير جدا، والجهات الرقابية لازم يكون عندها بنسميها الفراسة الكبيرة إن الحاجات دي تتحسب. ها ده أنا لو مشيت وبصيت كده ولحد إمتى حضرتك في الـ في الـ في الـ في, الـ في النجوع وفي القرى هتلاقي الباعة الجائلين بالليل بالذات بلاء ورانا هنا. حضرتك مشيت بالليل هنا طبعا في الشارع؟ يوه سنين. كمية إضاءات، الإضاءة على فكرة في مصر بتستهلك 35% من كل الكهرباء اللي بننتجها. الإضاءة بس؟ بس 35%؟ في المية. أمال الصناعة بتستهلك إيه؟ الصناعة للأسف كلها، الصناعة كلها بتستهلك يعني 27-28. ده المفروض يبقى العكس، ومش بس العكس، يعني المفروض الاقي صناعه بتسلك 50%. الاضاءه داخل الصناعه هي تقريبا في حدود 8%، لكن الاضاءه داخل المنازل كميه كبيره جدا، كتير قوي، كميه كبيره قوي. والاضاءه انت عارف ليها امباكت، ليها تاثير مباشر على التكييف مثلا. طبعا يعني لو جبت لمبات حراريه من اللي بتسخن هتسخن لي، محتاج بتقلل كفاءه التكييف، وبالتالي بتحتاج قدرات اعلى واستهلاك طاقه اكتر. تمام. مهم جدا ان احنا نعرف في الوضع اللي احنا فيه، وهو وضع استثنائي قد يطول نتيجة استمرار الحرب ودخول اطراف اخرى من الحرب، يعني اطراف اخرى في الحروب. الحرب العالمية الثالثة ابتدت يعني يا جدعان، ربنا يستر. ودخول اطراف اخرى معنى استمرارية الوضع دوت، فده بيدينا افضلية. احنا عندنا خير كتير. النهاردة الغاز الطبيعي المليون وحدة حرارية بتاعته بنقدر نصدرها ب$30 أو 34 النهاردة، ممكن يبقوا 36، لكن ده مش هيستمر.
هل يا فندم منطقي ان احنا نروح نتذلل واسمح لي اقول اللفظ ده للبنك الدولي عشان ناخد 5 مليار عشان نسد بعض احتياجاتنا، ولا اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع؟ لا، هو اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع ده قطعا، ده نمره واحد. نمره اتنين، هي حتى لو احنا ما عندناش او لو ما فيش في العالم ازمات اقتصاديه، يمكن اي حد اسعده الحظ بانه يسافر ويشوف بلاد الدنيا بيلاقي انه استهلاكاتهم للطاقه في حدود الحدود، يعني الاضاءه في اي شارع في ادخن عاصمه او في ادخن مدينه كبرى بتخفض تدريجيا، بحيث انها بتيجي على بعد الساعه 10 بالليل بتوصل للحد الادنى، يعني ما فيش فيها هزار. ده اجراء تقني وبحي حضرتك عليه، وموجود في مصر على فكره ورخيص جدا، ولكن لا يتم استخدامه لان في بعض العقول تقول الاضاءه يعني بهاء وجمال. يا جماعه، ما الاضاءه دي بتحرق. هل انا محتاج في الشوارع بعد الساعه 10 او 11 زي ما حضرتك تفضلت ان سقف الاضاءه يبقى يعني مبهر بالطريقه دي؟ عشان كده الحكومه قالت هنخفض كل هذه المستهلكات، شوارع وميادين ومباني. انا هستأذن نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا بعد الفاصل. خليكم معانا مع دكتور مهندس محمد هلال، رئيس جمعيه مهندسي ترشيد الكهرباء وخبير الدولي في كفاءه استخدام الطاقه. انتظرونا. طيب، اهلا بحضراتكم مره تانية، وخلونا نجدد الترحيب بضيفنا العزيز الدكتور مهندس محمد هلال، رئيس جمعيه مهندسي ترشيد الكهرباء والخبير الدولي في كفاءه استخدام الطاقه. باشمهندس، احنا هنبدا نعرض زي عرض معلوماتي كده او انفوجراف على مساله ترشيد الطاقه في مصر، ودي خطه الحكومه لترشيد استهلاك الكهرباء، يعني دي خطه الترشيد الحكومي، الحكومه نفسها. هنلاقي انه الحكومه بتقول بتلتزم كل وحدات الجهاز الاداري، الوزارات والاجهزه والمصالح الخ 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 الخ، بانه كل بترشيد استهلاك الكهرباء في كل المباني والمرافق، وكل الوقت ده في خلال ساعات العمل الرسميه، والالتزام بالغلق التام للاناره الداخليه والخارجيه للمباني الحكوميه بعد انتهاء العمل الرسمي، عدا بقى ما تفرضه مقتضيات العمل، يعني الغرف اللي فيها كمبيوترز وسيرفرات مهمه وما الى ذلك، ده اللي احنا ما بنقربلوش، ثلاجات، لقاحات، حاجات من هذا بهذا القبيل. ده اجراء من شانه انه يعمل خفض او توفير في المستهلكات. هو طبقا للقانون الاجراء ده اجراء اداري، وطبقا للقانون الكهرباء المفروض ان كل منشاه حكوميه فيها مدير للطاقه. ده صميم عمله. حلو قوي الكلام ده. ولكن هذا لا يطبق. فالنهارده هيطبق السؤال اللي هيطرح نفسه، مين اللي هيبقى مسؤول، وكيفيه استقاء المعلومات، وكيفيه اداره هذه المنظومه بطريقه مؤسسيه مستدامه. مش توقيت معين عشان دوله رئيس الوزراء يعني امر بكده وبعد كده ننام. ازاي الكلام ده يبقى حاجه مستمره ومستدامه وحقيقيه وبتعبر عن واقع بنعيشه؟ كويس. اظن انه هيحتاج قدام، مش لازم دلوقتي، يبقى في عندنا زي تايمرز او متزامنات، يبقى في عندنا موشن ديتكترز، يعني المكان اللي ما فيهوش حركه يغلق ذاتيا. هو ده اجراء اداري. لكن المفروض يستلزم التنفيذ يعني الفعلي والتطبيقي، تقنيات او استخدام تقنيات الكفاءه بتاعتها مرتفعه شويه. ده بيدخلنا بقى في بطاقات كفاءة الطاقة، وبيدخلنا في المنظومة المستدامة. احنا دولة واحدة ولا عدة جزر؟ هي دولة، مفيش مجال للجزر. دور وزارة المالية بقى ايه، ودور وزارة الصناعة، وعاوزين نهني المهندس احمد سمير النهاردة على لان وزارة الصناعة ليها دور كبير جدا وفعال. بتلتزم وحدات الاداره المحليه واجهزه المدن الجديده وسائر جهات الولايه على املاك الدوله كلهم في نطاق اختصاصه بتخفيض اناره الشوارع والميادين العموميه والمحاور الرئيسيه. يبقى ده كده بجانب المباني. تمام. فبرضه ده لازم ده دي 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 طبعا ده اللي كنا بنقوله بيحصل في البلد. المفروض ان المدن الجديده كل مشترياتها السبع ثمان سنين اللي فاتت فيها الديمينج او فيها التدرج الضوئي، ولكن من غير ما اعرف البنيه التحتيه غير مهيئه لكده، ما وصلوش الكابلات بتاعه التدرج.
لكن في إجراءات تقنية موجودة ورخيصة جدا وسهلة جدا تتيح هذا وتمكننا ان احنا نقدر ننفذ وتمكننا بخلاف الخبرات اللي احنا خدناها لما حصل في 2014 و13 واضطرينا نفصل عمود ونوصل عمود وكانت النتيجة ان استهلاك سقف الإضاءة أقل واستهلاك الكهرباء زاد نتيجة انعدام التوازن في التوصيلات الكهربائية. طيب بتلتزم وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة ووزارة السياحة والآثار كلهم بحسب اختصاصه بالتجديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بقرار وزير التنمية المحلية. احنا بنتكلم على مسألة عشان الناس تبقى فاهمة تطبيق المواعيد بتاعة الصيف والشتاء للفتح والإغلاق بتاعة المحلات العامة، كمان قرار وزارة السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020، احنا بنتكلم داخلين على نهايات 2022 يا سادة، بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بالتنفيذ. تم. محلات مطاعم إن احنا نقفل في توقيت معين ونفتح في توقيت معين، إن احنا نبتدي نشغل التوقيت الصيفي القديم، نستغل كل خمس دقايق في ضوء الشمس علشان نستفيد بيها. ده كلام طبعا جيد. أنا فاكر وأنا صغير كانوا يقولون المحلات بتقفل الساعة 9، ياريت نرجع لكده يا فندم، ده صحي أكتر. هيجي يقول لك واصلا الناس اللي بتشغل المحلات هقول له افتح بدري، يعني بدل ما بتفتح الساعه 12 الظهر افتح 9 صباحا. تعالوا ناخد اللي بعده. تلتزم المولات التجاريه التي تستخدم انظمه تكييف مركزيه بعدم خفض درجه الحراره عن 25، حلو ده، بس انا عارف مهندس محمد هيقول لنا لا خلوها 28. كما تلتزم المحال التجاريه بتخفيض الاضاءات القويه التي تتواجد على واجهتها وتتولى وحده الاداره المحليه واجهزه المدن كلهم بحسب اختصاصه متابعه التطبيق. هو هنا قال المينيمم 25، يعني ما يقلش عن 25، يعني هنتكلم في 26 27، والعالم كله على فكرة ابتدى يتكلم في الحتة دي. اليابان 28 النهاردة ستاندرد، حتت كتيرة جدا بتتكلم عن يعني الرينج بين 25 و27 عشان ياخد الافريج اللي هو 26، ودي درجة حرارة مناسبة جدا. وفي الشتاء المفروض انها بنتكلم عن 19 20. عشان طب هل انا اقدر ان انا اعمل الزام على المحلات والاماكن العامه انه اولا يستخدم لمبات موفره، اثنين انه لا يزيد حجم الاضاءه عن كذا؟ طبعا التاسك بتاع الاضاءه او سقف الاضاءه دي حاجات مقننه. النقطه المهمه هنا هو سقف الكفاءه. الكفاءه المصريه في مجال الاضاءه والتكييفات والحاجات دي كلها في الاضاءه بالذات، سقف الكفاءه على مستوى العالم وصل النهارده، يعني الكلاس A بطاقات الكفاءة. دي بطاقة فيها يعني تبقى ألوان أخضر 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 خفيف لحد الأصفر وبعدين برتقالي أحمر. السقف نمرة واحد عندنا في مصر اللي كان A وثلاثة بلس، أيوة، أصبح المستوى الثالث النهارده بعد تغيير الكفاءة، بقى A بلس. ما بقاش في A بلس بلس بلس، وما بقاش في يعني A النهارده بقى 320 وحدة إضاءة. حلو. البي بقى 160. اوكي. احنا لسه الاي 3 بلاسات عندنا 120. فالمفروض نغير المنظومه دي، عشان كده قلت يعني دوله يعني معالي وزير الصناعه عليه جزء مهم جدا في المنظومه دي. المهندس احمد سمير هيشيل شيله قد كده اهو. والله احنا كلنا في ظهره وبندعمه، لان ده موضوع قوم بيخدم صحيح البلد كلها. وزاره الماليه كمان عليها دور مهم. يعني هتلاقي بلاد كتير إن المعدات الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة الجمارك بتاعتها أقل، فدي محفز. فدي محفز إلا في مصر. إلا في مصر. وأنا كرئيس جمعية المهندسين المصريين لكفاءة الطاقة عندي مرسلات قد كده مع وزارة المالية، في مصر المعدات الأسوأ جمركها أقل والمعدات الأكفأ جمركها أعلى. تشوه في مجال استخدام يعني المجهودات ده برضه هيبقى ملف مشترك ما بين الصناعه والماليه، بس ده يعني حته كده مدفونه ولازم نوجه ليها منظر، يعني نظر دوله رئيس الوزراء، ان ما ينفعش نعمل المجهودات دي كلها واسمح ان اللمبات الحراريه اللي قلنا الباعه الجائلين بيستخدموها جمركها 5%. لا دي بقى خلاص لازم تتعدل الحاجات دي، انا اتفق جدا. طب تلتزم المنشات الرياضيه الكبرى مثل الانديه الرياضيه والاستادات الرياضيه وملاعب كره القدم والصالات المغطاه وغيرها بتخفيض الاستهلاك. طبعا. الغلق التام للاناره الخاصه بكل هذه الامور في حال انه شكرا احنا قفلنا مثلا الماتش او اللعبه او التمرين الى اخره عقب انتهاء الفعاليات،
على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهارا قدر الإمكان. ده قرار محترم جدا ويجب أن نحترمه. هو استغلال الضوء الطبيعي زي ما الدنيا كلها إنجلترا بتعمل كده يا جماعة. زي ما الدنيا بتعمل كلها. وهنضيف له كمان ضرورة مراجعة المعدات المستخدمة. معلوماتي أن معظم الأندية الرياضية بتدفع 25% من فاتورتها. فتجيب ليه معدات الكفاءة بتاعتها عالية؟ بتجيب أسوأ وأرخص حاجة، اللمبة ب 2 جنيه ديت بس، واللمبة البطيخة اللي جمركها وزارة المالية عاملاها 5% في حين أنها عاملة 20% على الليد وعاملة 40% على اللمبات الموفرة. في تشوه هنا. لا، ومهم كمان ان احنا نشجع التصميمات المعماريه والانشائيه اللي من شانها انها تقلل استخدام الاناره، تقلل استخدام التكييفات، تشجع على تدفق الهواء. طبعا الجرين بيلدينج دي حاجه مهمه جدا طبعا. طيب، بعد المنشات الرياضيه يتولى المحافظين والوزراء المعنيين اعداد تقارير دوريه بشكل يومي، ودي هتبقى يعني لا ده تاسك كبير جدا واسبوعي وده احنا كنا يعني اقترحنا في فتره من الفترات ان تكون في. بص حضرتك، اللي كل الجهات والهيئات دي بتعمله عامله زي عزف المزيكا، ينفع ان اي اوركسترا واحد بيعمل البيانو واحد فلوت، لازم يحصل تناغم. فين المايسترو؟ من هي الجهه المختصه القادره على مراقبه ومحاسبه واداره ومراجعه المنظومات المختلفة؟ المحافظ أظن معدلات الاستهلاك هتبان في التقارير بتاعت وزارة الكهرباء. بس حضرتك قدامه. احنا عندنا حاجة وجايز كتير ما يعرفوهاش، عندنا حاجة اسمها مرصد الكهرباء. حلو. ودي موجودة على الموبايل وممكن فعلا. اديها لحضرتك تنشرها. المرصد بيقول ونقدر نجيب الأرقام بتاعته، استهلاك المازوت قد إيه، استهلاك الغاز قد إيه، استهلاك الحد الأقصى للطاقة يوميا كان كام وبقى كام. النهارده كان 32 جيجا، عاوز اشوف بكره لما ابتدي التطبيق ايه. وللاسف النهارده استهلاك الغاز زاد بقى 80% مع ان الاسبوع اللي فات كان حاجه و70%. ليه؟ ما هي دي بقى هنا المرصد، هنا جهه محايده هتقول لي حصل ايه. انا لازم استخدم المرصد. اخيرا، يتولى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام صياغه خطه اعلاميه تستهدف زياده الوعي المجتمعي حيال اهميه ترشيد استهلاك الكهرباء بصفه عامه وخلال الفتره الحاليه بصفه خاصه. اكد سياده رئيس الوزراء ضروره واهميه الوعي المجتمعي. عندنا وفره في الطاقه، وحضرتك يمكن قلت لي الكلام ده في الفاصل، لكن الهدف هنا هو ترشيد توفير او توفير الهدف الترشيد او توفير الغاز. هنحط اول للاغراض الصناعيه، هنحط اول معلومه لاهل مصر ان كل برميل بترول مكافئ انا بوفره في الاستهلاك بيوازي او بيعادل 3 براميل انا بحرقهم في بدايه الايه الانتاج. لان لما بوفر في الاخر خالص انا وفرت كل سلسله الفائد اللي حصلت في السكه. محطات الكفاءة أعلى محطات عندي في الكهرباء الكفاءة بتاعتها 60%. يعني في 40% فائد. أما باخدهم دول وببتدي أحولهم وانقلهم، عندي فائد كمان بيحصل في كل المراحل. فلو أنا وفرت في الاستهلاك، قفلت لمبة مش معناتها أن أنا وفرت قيمة الوقود اللي استهلكته لمبة، لا، ده أنا وفرت 3 أضعاف. فده واجب قومي الكل لازم يساهم فيه النهاردة. زي ما يقولوا إذن احتكم الأمر، ما فيهاش هزار، هو لازم يحصل ترشيد للطاقة واحتكم الأمر. للأسف الحلقة خلصت. أنا بشكرك جدا جدا يا باشمهندس، نورتنا وشرفتنا، وشكرا على الشرح لهذا الإنفوجراف أو العرض المعلوماتي. شكرا لحضراتكم كمان، وكل الشكر للمهندس محمد هلال رئيس جمعية مهندسي ترشيد الكهرباء والخبير الدولي في كفاءة استخدام الطاقة. بالراحة، أنت بتحافظ على نفسك، بتحافظ على الفاتورة، بتحافظ على جيبك، وبتحافظ على اقتصاد دولة عاوزة توفر الغاز ده عشان نصنع أو نصدر إلى آخره، فبرضه بينعكس على سيادتك. خلصت الحلقة لحد كده. لو كان لنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة. سلامات.